نرحب بكم من هنا من منطقة شرق القاهرة شرق العاصمة. نبدأ معكم في مرحلة جديدة تتوج قطاع النقل في مصر بمشتملاته المختلفة. نعم، نحن على موعد مع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق. هذه المرحلة التي تدشن نوعا جديدا من العبور إلى المستقبل والعمران والتنمية بأشكالها المختلفة. 6 محطات جديدة تدخل الخدمة في هذه المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، وأيضا حجر الأساس الذي يوضع لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية. نعم، هي محطات تبدأ من النزهة وتستمر في محطات مختلفة، قباء، عمر بن الخطاب، الهايك ستيب، وتمتد بأبعادها المختلفة إلى أن تصل إلى هنا إلى المحطة التبادلية المركزية محطة عدلي منصور التي تنطلق بدورها لتكون تبادلية بين وسائل النقل المختلفة وتفتح آفاق من التنمية. فهي توصل بشكل إلى القطار الكهربي الذي سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك قطار المونوريل الذي يربط ما بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وأيضا خط السكك الحديدي في طريق القاهرة السويس الصحراوي الترددي ومطار القاهرة. إذن هي محطة تبادلية، والأهم الآن في الشرق الأوسط محطة المستشار عدلي منصور. هذه التسمية التي جاءت تكريما رمزيا للمستشار عدلي منصور الذي تولى رئاسة مصر في مرحلة انتقالية صعبة عقب ثورة 30 يونيو. هذه المحطة التكاملية المركزية التي تضم الكثير من الخدمات التي نضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، خدمات تتعلق بالماكينات الذكية في المحطات لقطع التذاكر وتقليل التكدسات حول شباك التذاكر، وأيضا عمل الاشتراكات المختلفة وماكينات ترد المتبقي من المدفوع من النقود المختلفة. أيضا ورشة كبيرة جدا تعد الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ملتحقة بتبعد بضعة أمتار من هذه المحطة محطة عدلي منصور، ورشة لعمليات العمر للقطارات المختلفة وهي الأكبر. عندما نتحدث عن التكنولوجيا والإمكانات المستخدمة، حدث ولا حرج في هذه المحطات وما يتم تجهيزها من سلالم متحركة، تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا عربات مكيفة جديدة تأتي وتدشن في منظومة النقل المصرية. تنمية مستدامة و أفاق واسعة أرحب بمجتمعات عمرانية تربطها هذه الشبكة الكبيرة من الطرق والكباري التي دشنت من سابق في منطقة شرق القاهرة، شرايين تربط ما بين بعضها البعض وتربط ما بين القاهرة العاصمة بغربها وشرقها، وأيضا تمتد إلى أفاق مستقبلية في العاصمة الإدارية الجديدة. هذه المحطة التبادلية محطة المستشار عدلي منصور التي نقف بصددها لوضع حجر الأساس، هي التي تربط ما بين القطار الكهربي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا تصل ما بين خطوط السكك الحديدية في طريق مصر السويس أو القاهرة السويس الصحراوي، وتمتد إلى السوبر جات لربط مدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان، من هنا تحديدا من موقف العاشر ومنطقة الهايك ستيب وأول طريق مصر الإسماعيلية أو القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. نحييكم لنبدأ مرحلة جديدة، مرحلة فيها سواعد مصرية خالصة، تحالف بين الشركات المصرية 100% لأول مرة في تدشين هذه المحطات 6. تأتي هذه السياسة بالطبع للسواعد المصرية المنجزة لهذه المشروعات الخاصة بالنقل وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر بشكل كبير، لتأتي هذه التقنيات التي جعلتنا أمام محطات علوية ترتفع ما بين 10 أمتار وتصل إلى 14 متر في إحداها لنقل عدد كبير جدا من
من الكثافات السكانية أو المستخدمي هذه الخدمات للنقل. خدمات المترو بخطيها الأول والثاني كانت من أكبر الجاذبين أو الممتصين للكثافات المرورية المختلفة. ها هنا الخط الثالث الذي يدشن في مرحلته الرابعة، وهذه المحطات التي تشكل نوع عرضي لأول مرة بين محطات المترو أو مراحلها المختلفة اللي كانت في المرحلة الأولى والثانية، تربط ما بين الغرب، غرب العاصمة وشرقها، وأيضا المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. هذه هي بالفعل التنمية المستدامة، وهذا هو الفكر الجديد الذي يحافظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، يمتص العدد الأكبر من مستخدمي وسائل النقل العامة في الداخل المصري، الوسيلة الأسلم والأسلس والأقل حوادث في معدلات الحوادث العالمية. بتعد هذه الوسيلة هي الأأمن من خلال خطوط المترو المختلفة وأيضا القطارات. عندما نتحدث عن هذه المحطات الست العلوية وفي جزء منها نفق، وأيضا محطات ربما بتقنيات حديثة تعبر تحت نهر النيل، محطة صفاء حجازي وتقنيات تكنولوجية وجهد شاق أنجز في فترة زمنية محددة وفق أبرز المعايير العالمية وموافقة لها في هذا الصدد قطاع النقل. ليس فقط محطات المترو أو نتحدث عن هذه الطفرة الجديدة، لكن طفرة بيشهدها قطاع النقل، هذه الطفرة الجديدة التي شملت أكثر من 32 قطار دشنوا في إبان أعيام عيد الأضحى المبارك، ودخلت الخدمة بشكل جديد للمواطن المصري من قطارات مكيفة بمساحات أوسع، بكراسي متحركة، بمرافق يستحقها الشعب المصري لتقديم خدمة ميسرة وسلسة في عمليات الانتقال. تأتي هذه الخدمة من الدولة المصرية بتكلفة بسيطة تحدث عنها وزير النقل المهندس كامل الوزير. هذه النفقات التي يعني تغطي بعض النسب من عمليات التشغيل والصيانة، لكن هذا القطاع بشكل عام لا يهدف إلى الربح، بل هو تقديم الخدمات للمواطن بالشكل المناسب. مرة أخرى النزهة، قباء، عمر بن الخطاب، الهايك ستيب، ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، ومحطة هليوبلس، شدادات معدنية إمكانات كبيرة جدا تتحدث عن إمكانات مصرية وسواعد خالصة بأم المئة في هذا الإنجاز لمشروعات النقل في الداخل المصري. طريق جديد يضاف إلى الدولة المصرية بإنجازاتها في قطاع النقل، هذا القطاع الذي يعد طفرة كبيرة تضاف إليه، وهذا التتويج الذي نحن بصدده. مرحلة رابعة في خط مترو الأنفاق، الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية المركزية الأهم التي تربط ما بين العاصمة الكلاسيكية القاهرة وأيضا المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بأفقها المستقبلية التي تعتمد على أحدث النظم الذكية في أساليب المعيشة. مقررات زمنية يتم التوافق عليها وتنجز هذه المشروعات أيما كانت الظروف. فيروس كورونا لم يعطل من المشروعات القومية وإنجازاتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية المختلفة سواء للعاملين أو لمستقلي هذه الخدمات الخاصة بالمترو بخطوطها الثلاث. أيضا تشدد الهيئة القومية للأنفاق والمترو تحديدا على اتباع الركاب لهذه الإجراءات الاحترازية في استقلال العربات المختلفة من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وأيضا الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي وعدم التكدس أمام شبابيك التذاكر. هذه المحطات التي نتحدث عنها على جسور علوية بتقنيات مصرية وسواعد مصرية لأول مرة في هذا التحالف الذي يدشن مرحلة جديدة لتوطين صناعة النقل في مصر بالسواعد المصرية، يتحدث عن ماكينات ذكية لقطع التذاكر، لعمل الاشتراكات، لدفع المتبقي من النقود عند حجز هذه التذاكر أو هذه الرحلات. الوسيلة التي تجذب، وسيلة النقل التي تجذب
تجذب العدد الأكبر في مصر، حوالي 250 ألف راكب يوميا مستهدف لهذه المحطات، الوسيلة الأأمن والأسهل للراكب المصري. عندما ننظر إلى هذه المشروعات، شبكة الطرق والكباري ما افتتح منها مؤخرا، ما افتتحه السيد الرئيس في شرق القاهرة، وهذه المنظومة والربط بين شرايين مختلفة تدب في قلب العاصمة وتمتد إلى مدن وأفاق لتنمية مستدامة وجاذبة للاستثمار في الشروق، في بدر، في العاصمة الإدارية الجديدة، في العاشر من رمضان، وأيضا عندما نتحدث عن الاتجاه الآخر غربا في مدينة السادس من أكتوبر، وأفاق عمرانية و مجال للاستثمار يفتح على مصراعيه باكتمال هذه الشبكات التي تربط ما بين جنبات الجمهورية، ليس فقط في مجالات المترو أو في العاصمة القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن العمرانية ومجتمعاتها وامتداداتها في محيطها، لكن أيضا في كافة المحافظات من خلال منظومة النقل وتطويرها بعربات وجرارات أتت إلى مصر فعليا من روسيا، وأيضا جرارات خاصة أتت من الولايات المتحدة الأمريكية لتدشن هذه المرحلة من تحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن المصري. عجلة لا تتوقف من الاستثمار، رؤية واضحة من قيادة سياسية واعية تحب هذا البلد وتبني لمستقبل أجيال قادمة في هذه التنمية المستدامة، وشهادة بثبات واستقرار الاقتصاد المصري رغم المحن أو أي عثرات قد يمر بها العالم، خاصة في ظل جائحة كورونا. عندما نتحدث عن هذه المحطات، النزهة، قباء، عمر بن الخطاب، الهايك ستيب، وهذه الأهم والأبرز المركزية التبادلية، محطة عدلي منصور التي أتت تسمية أو على اسم المستشار عدلي منصور كتكريم رمزي لهذه الفترة الصعبة التي تولى فيها مصر لفترة انتقالية عقب ثورة 30 يونيو. الحفاظ على البيئة، تقليل التكدسات في الطرق المختلفة، امتصاص الكثافات، وبريق يفتح في قطاع النقل في مصر، ومرحلة جديدة تدشن بهذه المرحلة الرابعة والخط الثالث لمترو الأنفاق وفق أحدث النظم التكنولوجية وأليات الحفر وأيضا الشدادات المعدنية ومد القضبان على ارتفاعات عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، إشراقة شمس يوم جديد تطل على مصر وشعبها العظيم حاملة الخير والنماء والرخاء، فلقد أثبت المصريون أنه عندما تكون الإرادة حقيقية وحينما يجتمع على قلب رجل واحد وتتوحد كلمتهم نستطيع أن نتجاوز كل الأزمات والعقبات لنصل إلى هذا المشهد الذي حلمنا به، وتكون النتيجة ما نراه على أرض مصر من إنجازات وتطوير وتحديث في شتى مناحي الحياة. واليوم واستكمالا لما تقدم، نفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إضافة إلى وضع حجر الأساس للمحطة التبادلية المركزية عدلي منصور. وستسهم افتتاحات اليوم بشكل فعال في تخفيف التكدس داخل وسائل النقل الجماعي المختلفة وتحقيق السيولة المرورية. وخير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أيمن عقل. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، الحضور الكرام، قبل عام 2014 عانت الدولة المصرية من العديد من المشكلات، أبرزها بنية أساسية متهالكة وكثافة سكانية متزايدة، فكانت توجيهات القيادة السياسية للحكومة بصياغة استراتيجية واضحة لمعالجة أوجه القصور في كافة النواحي الحياتية. فاتجهت الدولة إلى زيادة رقعة المجتمعات العمرانية
مما أوجب تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق لتحسين ورفع كفاءة الطرق القديمة وإنشاء طرق جديدة لتسهيل حركة التنقلات والربط بين محافظات الجمهورية والموانئ البحرية والجوية الجديدة وغيرها، والربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مما يعزز من حركة الرواج التجاري ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار. كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أهنئ سيادتكم بقرب حلول عام هجري جديد، وندعو الله أن يحمل هذا العام الجديد إن شاء الله كل الخير والبركة لمصر وللعالم الإسلامي. السيد الرئيس، النهاردة وإحنا الحقيقة بنفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، نجد أنها فرصة جيدة أن يعني نعرض لسيادتكم وللحضور الكريم ما تم في قطاع النقل بكل مشروعاته الكبرى التي تم تنفيذها في خلال الست سنوات الماضية. والحقيقة لما بنيجي نتكلم على قطاع النقل بيبقى دائما في علم التخطيط هو المقصود به هو شرايين التنمية، لأن أي تنمية وأي توسع في مناطق جديدة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشروعات للنقل وللطرق اللي تساعد الناس على الانتقال للمناطق الجديدة. ولما بنبدأ الحقيقة دائما من البداية اللي بدأنا بها كل المشروعات التنموية العملاقة اللي قامت بها مصر في خلال الخمس والست سنوات الماضية، هي الوضع اللي كانت عليه مصر قبل 2014 من خلل في الخريطة العمرانية وعدم قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، وكانت المساحة كلها المعمورة حقيقية لا تتجاوز 7%، ولما بنضيف لها يعني مسطح نهر النيل والبحيرات بتتجاوز 7.5%، ولكن طبعا كانت ده بيخلي مصر من أعلى الكثافات السكانية المأهولة على مستوى العالم، حيث بتصل إلى 1250 نسمة للكيلومتر المربع الواحد. الحقيقة يمكن لما السيد الرئيس يعني وجه ببدء تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 اللي كان بيستهدف مضاعفة المعمور المصري والرقعة العمرانية الكبيرة لمصر، وان احنا نوصل لهذه الخريطة بحلول عام 2052، كان عشان يتنفذ هذا المخطط الطموح جدا اللي احنا الحمد لله النهاردة بننفذه كان لازم يكون معاه شرايين للتنمية. شرايين التنمية اللي هي مجموعة الطرق اللي كانت مقترحة اللي قدام حضراتكم اللي احنا بنشوفها النهاردة بالخطوط الغامقة اللي هي بالألوان الأحمر والأزرق. والحقيقة يمكن هذه الطرق لما وضعت في هذه المرحلة كان هدفها ان احنا ازاي عشان نتوسع أفقيا في المناطق المناسبة للتنمية والتوسع في مصر، لازم الكلام ده يتم على شرايين للتنمية ومحاور للتنمية بتنقل التنمية من شرق مصر لغربها. وعشان نربط ما بين هذه الشرايين الأفقية كان لازم نعمل مجموعة من المحاور الرأسية من الشمال إلى الجنوب اللي هي باللون الأزرق اللي عندنا، علشان يبقى عندنا شبكة أساسية من الطرق الرئيسية والسريعة اللي ممكن تقوم عليها عملية التنمية، ودي اللي احنا بنسميها شرايين التنمية. ده بالضبط يمكن منذ تولي فخامة الرئيس تم مراجعة هذه الشبكة وتم البدء فورا وتوجيه سيادته في تنفيذها. وانا عايز اقول لحضراتكم دايما يمكن لما جت فرصة قبل كده واقولها ان هذه الخريطة كانت محطوطة لعام 2052. النهاردة احنا نقدر نقول والمرحلة الاولى بتاعتها كانت 2027. احنا النهاردة الحمد لله نقدر نقول ان احنا يعني تقريبا يعني في خلال سنوات قليلة جدا، يعني قبل حتى ما تعدي علينا المرحلة الأولى اللي هي 27، هنكون اكتمل كل المخطط اللي كان معمول عام 2052 من شبكات طرق ومرافق وخدمات كبيرة جدا. المفروض كنا حاطين تصورنا بمعدلات التنفيذ اللي كانت بتتم فيما قبل ان دي هتبقى يعني لو نجحنا ان احنا ننفذها لغاية 2052 هيبقى انجاز، لكن الحمد لله على الأرض النهاردة احنا نقدر نقول ان احنا فعلا
تجاوزنا كل الحمد لله المعدلات القياسية لعملية التنفيذ، وهذه المشروعات كلها بتتم على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل برضو تكلفة لتنفيذ هذه المشروعات. الحقيقة يمكن حضرتك احنا النهاردة وصلنا يعني في تخطيطنا وتنفيذنا إلى أكثر من 7000 كيلومتر طرق جديدة بنضيفها لشبكة الطرق القومية في مصر، سواء هذه الطرق يعني طرق جديدة ومستحدثة بالكامل نفذتها كل الجهات المعنية للدولة على رأسها وزارة الدفاع، وزارة النقل، وزارة الإسكان، وفي هناك حتى مجموعة من الطرق المستقبلية اللي هي أضفناها حتى على المخطط القومي علشان برضو يبقى بنستشرف المستقبل المتوسط والبعيد لمصر، وبنبدأ النهاردة وبنشرع في تنفيذها أيضا خارج هذا المخطط اللي كان محطوط لأربعين سنة قدام. الكلام ده يمكن حد يطلع ويقول طب احنا بننفذ وبنسرع من خطواتنا في تنفيذ هذا المخطط الكبير ليه، ويعني احنا محتاجينه فعلا ولا لا. انا طالب من حضراتكم ان احنا نسترجع ونرجع بالذاكره شكل الطرق في مصر كانت عامله ازاي، والبنيه الاساسيه، وكان مصر كانت موجوده فين وترتيبها ايه في العالم في هذه الخدمه المهمه جدا. الحقيقه ده كان يعني منشور من احد الجرائد يوم 26 ابريل 2010 في مؤتمر بيقول مصر الاولى عالميا في حوادث الطرق. لما نيجي نبص بعديها في 2013 منظمه الصحه العالميه قالت مصر اعلى دوله بالشرق الاوسط في نسبه حوادث الطرق. التعبئه العامه والاحصاء قالت ان عدد المتوفيين في حوادث الطرق تجاوزوا 7115 في عام 2011، وان السيارات الملاكي من اكثر المسببات لهذه الطرق، وسوء حالة الطرق كانت احد اهم هذه الاسباب. عشان كده يمكن لما تولى السيد الرئيس كان توجيهه للحكومة فورا بالاسراع في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ولتكون بمثابة شرايين التنمية المستدامة لكل الدولة المصرية. والحقيقة يمكن النهاردة انا عايز بس اتوقف عند رقم مهم جدا جدا جدا، ان النهاردة اجمالي الاستثمارات اللي تم تنفيذها واللي جاري تنفيذها على الأرض في هذا القطاع المهم اللي بيشمل قطاعات الطرق والمواني والنقل النهري والسكك الحديد ومترو الإنفاق بتقترب النهاردة من تريليون جنيه مصري أو 950 مليار بالوجه التحديد. صرفنا منهم 424 مليار بالفعل في مشروعات انتهت، وجاري تنفيذ في خلال السنتين ثلاثة القادمين إن شاء الله مشروعات أخرى بتتجاوز الـ 526 مليار جنيه. الحقيقة يمكن اللي تم تنفيذه على الأرض في خلال الست سنوات لما نيجي نشوفه مقسم إزاي هنلاقي إن 424 مليار مقسمة الطرق والكباري لوحدها تتجاوز أكتر من 50% من هذا الرقم. مشروعات الطرق الداخلية والكباري الداخلية جوه المحافظات والمدن الجديدة 45 مليار، السكك الحديدية 40 مليار، مترو الأنفاق 33، وقدام حضراتكم الأنفاق قناة السويس وكل المشروعات العملاقة اللي الدولة نفذتها النهاردة اللي وصلت وانتهت بالفعل ودخلت الخدمة بتتجاوز 424 مليار جنيه. لكن أيضا الخطط اللي احنا بنقول حضراتكم بتتنفذ على الأرض وليست مجرد أفكار اللي هي تصل تكلفتها إلى 526 مليار جنيه، النهاردة بنلاقي ان يعني طبعا لان احنا استثمرنا بصورة كبيرة جدا في موضوعات الطرق والكباري على مدار الست سنوات، فبيبدأ موضوع المترو الأنفاق والجر الكهربائي والتكنولوجيا الحديثة بتدخل عشان تبقى هي اللي إن شاء الله هتبقى حوالي 50% من الإنفاق المستقبلي، وبقية القطاعات الأخرى اللي قدام حضراتكم النهاردة كلها في مشروعات هنعرضها سريعا لحضراتكم قيد التنفيذ أو هتبدأ التنفيذ في خلال الأيام القليلة القادمة. الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم احنا نفذنا يعني أو بننفذ حاليا 7000 كيلو من الطرق السريعة والجديدة بالكامل، 4500 كيلو بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ الباقي، ده بالإضافة إلى 5000 كيلو متر أخرى تم فيهم ازدواج ورفع كفاءة. وبالتالي يمكن أنا بس حاطط الأرقام دي كمقاربة، إن قبل 2014 كان المتوسط لتنفيذ الطرق في مصر 270 كيلو سنويا، احنا النهارده 1150 كيلو سنويا بيتم تنفيذهم في شبكات الطرق.
دي طبعا نماذج من الطرق اللي تم تنفيذها على اعلى مستوى طبعا من كل الجهات في الدوله، وزاره الدفاع، هيئه طريق هضبه الجلاله، الطريق الدائري الاوسطي اللي ان شاء الله هينتهي قبل نهايه هذا العام ويدخل ايضا الخدمه عشان يخدم القاهره الكبرى على اعلى مستوى، محور ديروت الفرافره اللي كان احد برضو شرايين التنميه اللي تصل الى عمق الصحراء الغربيه في مصر، طريق هضبه اسيوط الغربيه اللي كان حلم من احلام اهالي محافظه اسيوط ووجه بيه فخامه الرئيس وانتهى النهارده في الخدمه عشان يربط مدينه ناصر الجديده مع مدينه اسيوط، تطوير شبكه الطرق السريعة اللي كانت موجودة ويمكن احنا كنا مجازا بنطلق عليها انها شبكة سريعة فيما قبل، طريق زي طريق السويس كان كل يعني اللي موجود كان اتنين واتنين، حارتين وحارتين، ولكن النهاردة بنصل الى 9 حارات في كل اتجاه، منهم 6 على الطريق الرئيسي و3 لطريق الخدمة، شبكة على اعلى مستوى من الطرق اللي ممكن فاقت اي معدلات على مستوى العالم في التخطيط والتنفيذ. النهارده طبعا يعني ازدواج الطرق اللي كانت قائمه وكانت في حاله سيئه وكانت بيحصل عليها معدلات حوادث كبيره ابتدت يعني بناء على توجيهات السيد الرئيس ان احنا نسرع في ازدواجها وتنفيذ هذه المشروعات عشان نقلل من معدلات الحوادث السيارات اللي بتحصل في هذا المكان، طبعا بالاضافه الى الطرق الرئيسيه اللي بدات تربط المدن الجديده والجيل الجديد من المدن الجديده زي محاور العاصمه الاداريه الجديده. طبعا الانفاق وكنا يعني افتتحنا هذه الانفاق بالكامل، انفاق تحيا مصر في مدينه في محافظه الاسماعيليه، انفاق 3 يوليو بمحافظه بورسعيد، ومعموله كلها على اعلى مستوى. المشروع يمكن اللي من اهم المشروعات اللي بننفذها في محاور الطرق وشرايين التنميه هي المحاور العلاضيه على نهر النيل اللي يمكن طبقا للمخطط اللي مصر النهارده بقت وضعاه وبتنفذه ان يبقى عندنا محور عرضي كل 25 كيلو. قبل كده كان المحاور دي ممكن تصل الى 100 كيلو ما بين الكوبري والكوبري، النهارده التخطيط بتاعنا ان احنا بنستكمل بالعام المالي الحالي هنصل الى حوالي 15 محور يكون انتهوا، وفي مدرج مخطط بعد كده 6 محاور اخرى عشان نكمل المنظومه تبقى من اول الجيزه لغايه اسوان هنكون يعني عندنا فعلا كل 25 كيلو ان شاء الله في كوبري لغايه حدودنا الجنوبيه. الحقيقه دي طبعا نماذج من المحاور العظيمه اللي مصر نفذتها، محاور كوبري تحيا مصر على نهر النيل، محور جرجه، الخطاطبه. الحقيقه كان مشروع مهم جدا ايضا، الحقيقه احنا كان تركيزنا على الطرق الجديده والسريعه والطرق الرئيسيه علشان ان احنا نسرع بخطوات التنميه المستقبليه ونوفر البنيه الاساسيه لاي عمليه تنميه، ولكن ايضا يعني كان هناك مشروع مهم جدا بدأناه كحكومة وهو رفع جودة الطرق الداخلية جوه المحافظات، لأن دائما كان المواطن بيطلب إن يعني شايف هو مستوى شبكات الطرق السريعة والكبيرة وفرحان بيها، ولكن برضه هو همه الطريق اللي قدام بيته والطريق اللي بيخدمه على مدخل قريته أو اللي بيوصل من القرية للمركز، فكانت هذه الطرق الحقيقة وتم التوافق على البدء في تنفيذ مجموعة من الطرق اللي هتتكلف أكتر من 36 مليار جنيه كمرحلة أولى، وشرعنا فعلا بالبدء في تنفيذها اعتبارا من العامين الماضيين، والعام الحالي أيضا تم إدراج أكتر من 5.5 أو 6 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة اللي موجودة في هذه الطرق، وكان السيد الرئيس الحقيقة كان وجه العام الماضي أيضا بإدراج مبالغ إضافية تصل إلى 10 مليار جنيه عشان نزود من وتيرة تنفيذ هذه الطرق النهاردة، ودي الحقيقة يعني النماذج الطريق كان بيبقى موجود شكله إيه الأول، وبعد كده بعد ما بنبقى نطوره النهاردة بيخدم قرية اسمها نزة قرار بمحافظة أسيوط، كان الطريق اللي بيوصل للقرية دي، ونتخيل ده كان في أيام المطر والشتاء ممكن بيبقى عامل إزاي، والقرى دي بتنقطع تماما عن يعني انها نقدر توصل او السكان يتحركوا، النهارده مع الطرق اللي بقت بتتنفذ بقوا مترابطين ومربوطين بالعمران كله، طريق قريه سيدي شبيب بمحافظه الوادي الجديد زي ما حضراتكم شايفين،
كل دي طرق النهاردة بقت بتنفذ لتنفيذ كفاءة ورفع كفاءة الطرق الداخلية اللي موجودة جوه القرى والمدن القائمة. والنهاردة إن شاء الله يعني بننفذ وبنسرع في تنفيذ هذه المشروعات، لأن هذه المشروعات الحقيقة مش فقط بتعمل خدمة مهمة للمواطنين، ولكن أيضا بتخلق فرص عمل كبيرة جدا لشركات المقاولات والمقاولين المحليين اللي بيعتمدوا على العمالة اللي بتبقى من أهالي وسكان هذه القرى، فبيبقى في حد ذاته هو خلق لفرص عمل في هذه المناطق. الحقيقة الكلام ده كله الحمد لله مكن مصر ان احنا بدل ما كنا في المركز 118 في جودة الطرق على مستوى العالم، قفزنا 90 مركز لنحتل حاليا المرتبة 28 على مستوى العالم. في أفريقيا نحن نعتبر الدولة الثانية من حيث أيضا مستوى جودة الطرق بصفة عامة، مش من حيث أطوال الطرق ولكن بنتكلم على جودة الطرق، بعد ما كنا في المركز 28. في كل الخدمات الحمد لله على مدار الفترة السابقة كل عام المؤشرات مصر بتتحسن مع إدخال المزيد والمزيد من المشروعات اللي احنا النهاردة بندخلها، ودي يمكن نقطة مهمة بتورينا قد ايه هذه المشروعات ساهمت في تخفيض حجم حوادث الطرق والوفيات والإصابات النجمة خلال 6 أعوام. بنزلنا بنسبة 48% في عدد الوفيات و 47% في عدد الإصابات و 36% في عدد الحوادث على شبكات الطرق. كل دي الاستثمارات اللي ضختها الدولة في هذه البنية الأساسية عشان تساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين وتحسين جودة الحياة ليهم. وده يمكن واضح أيضا كمعدلات من أكثر من مجال، وده اللي يمكن الحمد لله يعني إدراكا بحجم الإنجاز اللي بيعتبر معجزة بكل المقاييس. الحقيقة كان بنك التنمية الأفريقي يعني أعطى لمصر ممثلة في شخص فخامة الرئيس الجائزة المميزة في بناء الطرق لعام 2020، ودي أعلنت من شهر بالضبط يوم 17 يوليو الماضي، وتم الإعلان عنها من بنك التنمية الأفريقي إن مصر نفذت بقيادة السيد الرئيس برنامج غير مسبوق في تحسين وتوسيع شبكة الطرق على امتداد البلاد. الحقيقة في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق الدولة النهاردة بتشرع في تنفيذ مشروع عملاق، يعني معالي وزير النقل هيشرحه لحضراتكم بالكامل. بتصل النهاردة الاستثمارات في مجال السكة الحديد لأكثر من 86 مليار جنيه لتطوير محطات السكة الحديد وكهرباء الإشارات وعمل أسطول جديد من القطارات ومعدات الجر وتحديث القائم. نفس الشيء فيما يخص مترو الأنفاق والجر الكهربائي، العالم كله ابتدى يتجه إلى الاستخدام الكهرباء في مشروعات النقل الجماعي، فابتدينا طبعا من خلال مشروعات مترو الأنفاق وأيضا القطارات الجديدة اللي احنا بندخلها النهاردة عشان تخدم المناطق العمرانية الجديدة. دي كلها نماذج لتطوير المحطات السكك الحديد، الأسطول الوحدات المتحركة الجديد اللي بدأ، المزلقانات اللي بيجاري تطويرها وتنميتها على مستوى كل المحافظات النهاردة. أيضا في مشروعات زي ترام اسكندرية اللي هنبدأ الحقيقة في عمل مشروع كبير بتنفيذ الترام اسكندرية، وأيضا مترو أبو قير أدخلنا عدد من الوحدات الجديدة مع بدء التنفيذ إن شاء الله للتطوير. ولكن المهم أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ مرحلة جديدة أو جيل جديد من وسائل النقل الجماعي، وهو الوسائل اللي كلنا كنا بنشوف العالم المتقدم بيقتنيها ونفسنا أن مصر تبقى موجودة عندها هذه الموضوعات، زي موضوع القطار الكهربائي اللي هو هيبدأ من قلب القاهرة ويكون المحطة الرئيسية بتاعته محطة سيادة المستشار الرئيس عدلي منصور، وهتنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكل المدن الجديدة شرق القاهرة. مشروع المونوريل اللي هيخدم مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا القطار الفائق السرعة اللي بينتهي حاليا أعمال الطروحات الفنية والمالية ليه عشان نشرع إن شاء الله في خلال القريب العاجل في تنفيذه، اللي بيربط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. الحقيقة يمكن المواني البحرية أيضا يعني في كانت نقلة كبيرة جدا جدا في تطوير هذه المواني. النهاردة حجم الاستثمارات اللي مدرجة لتطوير المواني المصرية تتجاوز 71 مليار جنيه لتطوير 12. احنا بالفعل شرعنا وانهينا تطوير
12 ميناء بحري من اصل 15 ميناء، ده بالاضافه الى اضافه مينائين جدد بالكامل، وهو ميناء طبعا برنيس وجربوب اللي يعني قيد التنفيذ وان شاء الله هيبقى في القريب العاجل يدخل الخدمه، بالاضافه الى يعني اضفنا للارصفه لهذه المواني اطوال حتى هذه اللحظه تتجاوز 7 كيلو متر من اطوال في مختلف المواني اللي ادخلناها. ودي طبعا نماذج من المواني البحريه سواء اللي انهينا رفع الكفاءه او اللي حاليا تحت التنفيذ في كل المواني المصريه، اللي هي منظومه متكامله علشان المواني المصريه تبقى على احدث مستوى وتضارع كل المواني اللي موجوده النهارده على مستوى العالم. المواني البريه والجافه، وده مشروع مهم جدا ايضا وزاره النقل النهارده بتتوانداه بتطوير مجموعه كبيره كل المواني الجافه اللي موجوده وانشاء يعني مواني بريه جديده. عندنا كان انشانا مينائين مهمين قسطل وارقين وتم الانتهاء وبيتم يعني في السلوم رفع الكفاءه وكل المواني البريه الجافه اللي على الحدود، وبالاضافه الى المراكز اللوجستيه اللي هي تعتبر جزء مهم جدا بيكمل منظومه التجاره الداخليه اللي شرعنا فعلا في تنفيذ هذه المراكز. ودي تصور طبعا وده اللي تم تنفيذه على الارض، ده ميناء ارقين البري، ميناء قسطل، ميناء طابه البري، وكلها يعني بيتم تطويرها على اعلى مستوى من الكفاءه والخدمه. الطيران المدني ايضا النهارده في مشروع كبير جدا لتطوير كل المطارات المصريه واضافه ايضا عدد من المطارات المصريه الجديده بتتجاوز استثماراتها في اكثر من 50 مليار جنيه، ودي كلها بتشتغل على زي ما حضراتكم شايفين على يعني مجموعه من تحديث منظومه الطيران المدني في مصر. انشانا 4 مطارات جديده في العاصمه وسفنكس والبردويل وبرنيس، وبيتم تطوير النهارده واعاده تاهيل مباني الركاب في مطار القاهره وانشاء مطار ركاب جديد في مطار الغردقه، وتطوير الممرات الجويه في مطار القاهره وانشاء المركز القومي لاداره المجال الجوي المصري واستحداث تغطيه راداريه للمجال الجوي المصري، ودي شيء كان مهم جدا في احوج ما يكون كنا ليه علشان نطور من ادارتنا للمجال الجوي المصري. والحقيقه يمكن في اطار التخطيط والمشروعات اللي يعني حاليا قيد التنفيذ طبعا ان احنا بنشرع في تنفيذ مطار راس الصدر الدولي، وفي بالفعل تم شراء مجموعه جديده واسطول جديد من الطائرات لشركه مصر الطيران، مبنى ركاب جديد لبرج العرب، ويعني وايضا يعني بدانا في تخطيط لانشاء مبنى ركاب جديد ايضا لمطار سفنكس، مع بناء على توجيهات السيد الرئيس الاخيره في الشروع في تطوير ايضا مطار سانت كاترين، وجاري بالفعل بدء الخطوات التمهيديه لتطوير هذا المطار. ودي طبعا صور من المطارات اللي بالفعل الحقيقه نفذناها على مدار الفتره السابقه، اللي مطار العاصمه، مطار البردويل، ومطار برنيس الدولي. الحقيقه يا فندم انا عايز اختم يعني العرض بتاعي بهذا السلايد او هذه الشريحه المهمه جدا. الحقيقه الدوله زي ما قلت لحضراتكم احنا استثمرنا وبنستثمر النهارده ما يقرب من تريليون جنيه في مشروعات لكل شبكات ومشروعات النقل. النهارده عشان نضمن الحفاظ على هذه المشروعات من المهم جدا ان يكون عندنا منظومه متكامله للصيانه والتجديد الدوري لكل هذه الاستثمارات التي تم ضخها. احنا مش عايزين نكرر نفس الاخطاء اللي كانت موجوده سابقا، بنعمل المشروع ونتركه بدون رؤيه كيفيه ادارته وتشغيله، وان ازاي ايراداته تكون بتغطي تكاليف التشغيل والصيانه والعمارات الجسيمه اللي بتبقى موجوده، وتغطي كمان ولو جزء من عمليه الاستثمارات الاوليه اللي الدوله بتحطها عشان نضمن استدامه هذه المشروعات. مش عايزين يعني النهارده يعني يمكن معالي وزير النقل هيشرح لحضراتكم عشان نرفع كفاءه الخط الاول بس من مترو الانفاق احنا هنتجاوز التكلفه بتاعته لمجرد رفع الكفاءه بتاعته اكتر من 22 مليار جنيه. النهارده لو كان هذه هناك الرؤيه فيما سبق ان احنا لابد ان يبقى الايرادات بتاعت هذا القطاع المهم النهارده بتغطي مصاريف التشغيل والصيانه بتاعته، ما كناش النهارده مضطرين ان احنا ندفع مره اخرى 22 مليار جنيه في اعاده تاهيله، وكنا حطيناهم في خطوط جديده. وبالتالي من المهم جدا ان احنا كلنا كدوله وكمواطنين نبقى بنعي ان الحفاظ على هذه الاستثمارات لازم بيستلزم معاه
ان لازم يكون هناك تسعير جيد للخدمة، تسعير بيغطي التكلفة الحقيقية، مش فقط تكلفة التشغيل ولكن تكلفة الصيانة والعمرات الجسيمة لكل هذه القطاعات، علشان تبقى هذه القطاعات تقدر تعيش معانا بالعمر الطويل اللي يمكننا من تنفيذ والحفاظ على هذه المكتسبات الكبيرة جدا، واللي إن شاء الله تمكننا من تنفيذ المزيد والمزيد من هذه المشروعات في المرحلة القادمة بإذن الله. أنا بشكر حضراتكم يا فندم وشكرا. السيد الرئيس، الحضور الكرام، المصريون شعب لا يعرف المستحيل بل يطوعه ليكون أداة تنمية وعمران، فبسواعد مصرية وعزيمة صلبة اتحد المصريون لبناء حاضر يليق بوطننا الغالي وينقلنا إلى آفاق أرحب للتنمية من أجل غد أفضل لأبنائنا. عن أبرز ما تم من أعمال هندسية وإنشائية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، نقدم لحضراتكم فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان بريق وطن. سيادة الرئيس، السادة الحضور، طفرة لا تخطئها العين يشعر بها المواطن المصري الآن في حياته اليومية. فبالأمس القريب قمنا بافتتاح مشروع لتسهيل حركة السيارات والمواطنين داخل القاهرة الكبرى، واليوم نطرق بابا آخر للتيسير على المواطنين بتوفير وسيلة مواصلات حضارية آمنة، حيث يعد مترو الأنفاق أحد الحلول الجذرية لربط كافة الشوارع والميادين والأحياء الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى. عن حجم الإنجازات في وزارة النقل يحدثنا المهندس كامل الوزير، وزير النقل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أهنئ سيادتكم والشعب المصري العظيم بقرب حلول العام الهجري الجديد، كما أهنئ سكان وأهالي القاهرة الكبرى بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعي بالجر الكهربائي. وقبل أن أستعرض تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى، اسمحوا لي أن ألقي الضوء على حجم مشروعات قطاعات وزارة النقل المختلفة في 10 سنوات من 30/6/2014 إلى 30/6/2024. الأرقام يا فندم اللي أنا هقولها دي أرقام دقيقة جدا، ودي المخطط من 30/6/2014 ل 2024 اللي دولة رئيس الوزراء تناولها، هي ما تم تنفيذه حاليا حتى الآن. وزارة النقل يا فندم بتنفذ دلوقتي ومخطط تنفيذ مشروعات حتى 24 ب1.1 تريليون جنيه، يعني تريليون ومئة مليون جنيه. في مجال الطرق والكباري بس 377 مليار جنيه، السكك الحديدية 142 مليار جنيه، الأنفاق والجر الكهربائي 512 مليار جنيه، النقل البحري 49.5 مليار جنيه، المواني البرية والجافة 14.6 مليار جنيه، النقل النهري 2 مليار جنيه. مشروعات الطرق والكباري، أهم هذه المشروعات هو المشروع القومي للطرق من 377 مليار بتوع الطرق والكباري. خططنا لتنفيذ المشروع القومي للطرق 7000 كيلومتر طرق جديدة بتضاف للشبكة القومية والرئيسية للطرق، دي تتكلف 175 مليار جنيه. تم تنفيذ حتى الآن 4500 كيلو، وجاري تنفيذ تنتهي بنهاية هذا العام المالي إن شاء الله 1300 كيلو، ومتبقي تنفيذ 1200 كيلو حتى عام 24. من أهم هذه الطرق هو الطريق الدائري الإقليمي. الطريق ده طوله 400 كيلو، اتجاهين، كل اتجاه 4 حارات،
بيتقاطع مع 18 محور رئيسي كلها خارجة من القاهرة الكبرى، بيربط 15 محافظة مع بعض، بيشمل 50 عمل صناعي ما بين نفق وبين كوبري. محاور النيل، محاور النيل يا فندم بدأ تنفيذ كباري، مش محاور، بدأ تنفيذ كباري في مصر سنة 1834 في عصر محمد علي بكوبري في منطقة القناطر الخيرية، وتاني كوبري كان كوبري قصر النيل عام 1871 في أيام الخديوي إسماعيل. حتى الآن يا فندم، حتى 2014 يعني منذ عهد محمد علي حتى عام 2014 تم تنفيذ 38 كوبري وليس محور، بمعدل واحد كوبري كل من 4 لـ 5 سنة، يعني كل 4 أو 5 سنين كانت مصر بتعمل كوبري واحد. احنا خططنا يا فندم من 2014 حتى 24 لتنفيذ 21 محور، يعني بمعدل 2 محور كل سنة. احنا انتهينا من تنفيذ 7 محاور من ال 21، جاري 11 محور يا فندم كانوا 8، ثم بدأنا في بداية العام المالي ده في 3 كباري أخرى ب 11 محور، مخلصين منهم 5 تماما دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا بعض الصور دلوقتي، وجاهزين للافتتاح إن شاء الله بإذن الله بتشريف سيادتك إن شاء الله في نهاية هذا الشهر بإذن الله. ومتبقي تنفيذ 3 محاور هنبدأهم مع العام المالي القادم علشان نخلص في 2024 9، يكون عندنا 59 محور وكوبري على نهر النيل، بمعدل طبعا بنحقق 25 كيلو ما بين المحور والمحور كما ذكر الدكتور مصطفى مدبول. على سبيل المثال بسرعه، احنا هنستعرض طبعا محاور النيل في يوم تاني، ولكن النهارده على سبيل المثال محور صمالوط يا فندم كأحد هذه المحاور، طوله 24 كيلو، 2 حارة في كل اتجاه، في 47 عمل صناعي ما بين 30 كوبري و17 نفق، لانه طبعا بيعبر مناطق زراعيه ومناطق سكانيه فكلها لازم يبقى لها اعمال صناعيه. هذا المحور اهميته مش مجرد ان هو يربط ضفتي النيل شرق بغرب النيل، ولكن ده بيربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي، ده بل بيتكامل كمان مع طريق وسط البستان حتى يربط لحد طريق الجيش التنميه. طبعا الهدف منه ان هو يربط مناطق التنميه الصناعيه شرق النيل اللي هي متمثله في محاجر الرخام والحجر الجيري ومصانع الاسمنت بالمناطق الزراعيه الجديده في غرب وغرب غرب المنيا، غرب طريق الصعيد، طبعا مرا بكل الكتله السكنيه والزراعيه الموجوده في منطقه صمالوط بالمنيا. الكوبري فندم ده بالتحديد ده مش على محور صمالوط ولكن ده على محور قوس. اثناء ما كنت بعرض على حضرتك، وده بيتم تقريبا كل شهر مره، الموقف التنفيذي لمشروعاتنا، وكنت بعرض على سيادتك يعني محور قوس. محور قوس ده بيتقاطع مع ترعه اسمها ترعه الحجازه، كان منظر الترعه كده يا فندم. سيادتك امرت ان كل الترع والمصارف اللي بتتقاطع معاها محاور النيل الجديده اللي احنا بنعملها لازم نبص لها بشكل تاني، لازم نبدا نكرك ونطهر هذه الترع ونرصف الطرق الاسفلتيه على جانبيها، يعني بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المشروع القومي الكبير اللي بتعمله بتوجيهات سيادتك لتبطين كل الترع والمصارف، وايضا زي ما وزاره النقل بتنفذ الطرق المحليه داخل المحافظات دلوقتي، هنعتبر ده من الطرق المحليه وننفذ على الاقل 5 كيلو شمال و5 كيلو جنوب ان لم يكن كل الطريق المتقاطع مع هذه المحاور. فندم سيادتك امرت من 21 يوم بالتحديد بالبدء في تنفيذ هذا الامر، كان ثاني يوم بننفذ يا فندم، وده شكل الشغل على الطبيعه الان. الطرق الرئيسيه بين المحافظات، احنا فندم عندنا حاليا دلوقتي لما نخش 7000 كيلو طرق، 30500 كيلو متر طولي من الطرق الرئيسيه، طبعا بتعمل لها صيانه سنويه، صيانه بسيطه وصيانه دوريه، ولكن كل فترة في مجموعة من الطرق دي بتحتاج إلى رفع الكفاءة وتطوير وتجديد. إحنا خططنا لتنفيذ في خلال العشر سنين دول رفع الكفاءة وتطوير 9600 كيلومتر طولي من الطرق، تتكلف 35 مليار جنيه، انتهينا من تنفيذ 5 وجاري تنفيذ 2600 ومتبقي حوالي 2000 كيلو. من أمثلة هذه الطرق لشبكة الطرق الرئيسية طرق الدلتا. إحنا فندم كان دايما بننفذ طريق ما بين مركزين، طريق ما بين عاصمتين محافظتين، ونقول ده طريق رئيسي، وطبعا ده رابط بين محافظات يبقى طريق رئيسي، ولكن واحنا بنعرض على سيادتك وجهت ان احنا ما نعملش كده، احنا لازم نخلق محاور طوليه وعرضيه كامله، يعني الطرق تتكامل مع بعضها ما بين المراكز وبين عواصم المحافظات، حتى ننشئ طرق طوليه على بعضها وطرق عرضيه عشان نسهل لاهالينا في الدلتا
الحركة والتنقل بحصلاتهم الزراعية ولقضاء احتياجاتهم، وخاصة في اتجاه الجنوب في اتجاه الكتلة الرئيسية اللي بتستهلك فيها المحاصيل الزراعية أو المنتجات الزراعية وهي القاهرة الكبرى، وفي اتجاه الشمال في اتجاه موانئ التصدير على البحر المتوسط. وكان أهم هذه الطرق يا فندم طريق القاهرة بالبيس الزقازيق المنصورة جمصة، الطريق الثاني طريق بنها المنصورة دمياط. وأنا عايز أتوقف على الطريق ده بالذات يا فندم لحظات. هذا الطريق وإحنا بننفذه طبعا إحنا بنطور الطريق، فإحنا ماشيين داخل كتل سكنية سواء مراكز أو سواء عواصم محافظات. كان طبعا الطريق ده على جانب الرياح التوفيق، على الحد الشرقي منه مباشرة هو الرياح التوفيقي، وعلى الحد الغربي مباشرة هي البيوت اللي أقيمت في وقت ما على طبان الطريق مباشرة. فعشان نوسع هذا الطريق ونخلي فيه طريق عابر أو طريق طوالي أربع حارات وأربع حارات، كان لازم نعمل حلول هندسية غير تقليدية ولكنها طبعا حلول مكلفة. وتم التنسيق مع وزارة الري وعملنا كوبري عبارة عن بلاطة على أعمدة على خوازيق داخل القطاع المائي للرياح التوفيقي بالتنسيق مع وزارة الري، ثم طبعا كركنا ونظفنا تحت الكوبري علشان لا نؤثر على القطاع المائي للرياح التوفيقي. بعده طريق القاهرة لا رجع لي لو سمحت. ارجع تاني ارجع تاني. انا بس تعليقا على المحور ده، احنا لما جينا نعمل لما جينا قلنا الكلام اللي ذكره الفريق كامل فيما يخص ان احنا نعمل محاور تبتدي مثلا من بنها لغايه جمصة او من، عشان يبقى الحركه عبر المحافظات حركه مريحه. وجينا نتكلم زي الموضوع بتاع بنها المنصوره اللي قدام مننا ده، لو كنا انا بتكلم عشان احنا الموضوع ده بياخد مننا كلام كتير، ويمكن الناس في مصر تقول لي يعني انتوا ليه بتكرروه كتير كده؟ احنا عايزين نعمل حاجه جيده للناس ولشعبنا ولاهلنا عشان يعني نساعدهم ونريحهم، مش عشان بس يتحرك على الطريق، لا ده كمان عشان لو في تجاره ممكن تتحسن هتتحسن بالطريقه ديت، لو في حاصلات زراعيه ممكن تتحرك من داخل المحافظات ديت لغايه الموانئ او لداخل القاهره او حته اخرى هتبقى متحركه على محاور مريحه تقوم تقدر توصل بشكل جيد وما تتلفش. يعني انا لو كان النهارده كان في احترام ل ده ومفيش تعدي، ها بلاش بقول بقى احترام، مفيش تعدي على حرم الترعه او المصرف او الرياح ومحدش قرب منه، ما كناش هنبقى محتاجين نعمل كوبري زي كده بتكلفه كام يا كامل؟ سيادتك كوبري سيادتك ده متكلف مليار جنيه. يبقى انا النهارده كان ده كنت كل اللي هعمله على الطبان بتاع الترعه او الرياح ما يكلفنيش الكيلو ولا الاثنين كيلو، ربع التكلفه ديت، مش كده؟ تمام يا فندم. لكن انا لما ما لقيتش طب اعمل ايه؟ فرحنا رايحين سايبين بقى التعدي اللي موجود ورحنا عاملين محور تاني خالص في فين؟ في الميه. محدش يعمل كده. مش محدش يعمل كده يعني احنا غلطانين، لا ما حدش يعمل كده في نفسه. مفيش بلد وشعبها يعمل فيها، مش بس شعبها، مسؤوليها يعمل كده في البلد ويسيبها بالطريقة ديت. احنا بنفكر نعمل محور المحمودية البحيرة، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. حجم التعدي على ايه؟ على حرم يعني بيت المحمودية 5500 تعدي. طب أنا يعني عايزيننا نعمل ونبني بلدنا ونبقى فرحانين بيها، ولا إحنا برضو نفضل هنصر على إن إحنا ندور على بنظرة ضيقة؟ وبالمناسبة أنا مش ضد أبدا إن الناس تبني وتعمر، بس إحنا عايزين نبني ونعمر في مجال أو بما يعني لا يعني يسبب مشاكل كبيرة جدا جدا. بالمناسبة هو ده هيقعد كام سنة التعدي اللي موجود ده؟
ده 100 سنه ما حدش هيقدر يقرب له. فطب احنا هنقدر نعمل كل مشاريعنا بالطريقه اللي حلينا بيها الموضوع ده؟ ما نقدرش. لا طبعا، دي تكاليف كبيره جدا جدا علينا. فاحنا من فضلكم يعني، بس انا حبيت اشاور على النقطه ديت لينا بما انها موجوده. ولما كامل عرض الموضوع بتاع الترعه وان في يعني طريقين او مدائين حوالين الكوبري، قلت له طب احنا بما انك انت يعني شركتك موجوده وبتعمل الكوبري ده، طب ما تعمل الطريق وتعمل لنا كمان الترعه. وانا بقول كده لسببين يا كامل معلش. تمام. لان احنا لو سبناهم ما عملناهمش اسفلت بالظبط هيضيعوا فندم. فاحنا هنيجي على نفسنا دكتور مصطفى معلش ونعمل ده، وحتى لو كانت التكلفه يعني مش متخططه قوي ان احنا ننفق في الموضوع دوت يا كامل. حاضر. ارجو ان احنا المحور يبقى مش على قد 5 كيلو قبل وبعد الكوبري او المحور اللي انت بتعمله، لا احنا ناخده بالمره. كل مصرف او ترع نقدر نعملها، مش عشان اوامر يا كامل، عشان بس اولا نريح الناس في حركتها، ثم نحافظ على ان ما حدش هيتعدى بقى، لكن لما بيلاقيها تربي يفتكرها ارض ياخدها يعني. شكرا. عفوا. القاهره اسكندريه الزراعي، ثم القناطر الباجور شبين الكوم طنطا كفر الشيخ بلطيم. انشانا يا فندم كمان محور عرضي كبير جدا، غير طبعا محور الدولي الساحلي، عشان يربط بقى كل المحاور دي مع بعضها، وده هيربط تقريبا معظم عواصم محافظات الدلتا مع بعضها. هيبدا من المنصوره ثم المحله وكفر الشيخ ورسوق ودمنهور وجناكليز حتى طريق اسكندريه الصحراوي بطول 130 كيلو. الكباري العلويه وفنم والانفاق، احنا خططنا تنفيذ 1000 كوبري ونفق ب 130 مليار جنيه في العشر سنوات. انت هنا من تنفيذ 600 كوبري ونفق، حاليا دلوقتي يا فندم واحنا بنتكلم بننفذ 327 كوبري ونفق، ومتبقي لنا ان شاء الله 73 كوبري ونفق. من امثله هذه الكباري على مثلا على سبيل المثال على طريق القاهره اسكندريه الزراعي، ونتيجه طبعا برضو البلاد اللي كابسه على الطريق والزحمه والتقاطعات والمزلقانات، بنحل المساله طبعا بكوبري. ممكن يتكلف ولا حاجه، ولكن هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا. مخططين ننفذ 23 كوبري، نفذنا 13، بننفذ دلوقتي حوالي 10 زي ما هو قدام حضراتكم، سواء في قلم او في الشرقويه او في دمنهور او في طوخ في البحيره. المشروع القومي لرصف الطرق المحليه داخل المحافظات، حقيقه يا فندم طبعا بالاضافه الى ما يتم اعتماده سنويا في موازنه المحافظات لصيانه وتطوير وانشاء طرق محليه جديده. سيادتك في احد الافتتاحات امرت بتشكيل لجنه من الهيئه الهندسيه للخطوط المسلحه والكليه الفنيه والرقابه الاداريه ووزاره النقل والتنميه المحليه. طلعنا قدرنا التكلفه الماليه لرفع كفاءه الطرق اللي داخل المحافظه اللي داخل القرى، لان طبعا كان كل اهالينا في القرى بيقولوا يعني انتم مهتمين بالطرق القوميه والطرق الرئيسيه وسايبيننا مش قادرين نتحرك داخل القرى بتاعتنا. فسيادتك وجهت بتشكيل اللجنه، اللجنه طلعت شافت ان احنا محتاجين فعلا طرق داخل القرى بحوالي 36.7 مليار جنيه. سيادتك صدقت فورا على 10 مليار منها كمرحله اولى، خدنا 2 مليار نشرنا وشغالين بيهم دلوقتي وهنشوف الصور دلوقتي. خدنا في بدايه هذا العام المالي ثاني 5.7 مليار، ومتبقي 3 مليار. الموضوع مش موضوع قله اعتمادات ماليه، ولكن هو فندم قدره شركات بتنفذ معانا وقدره مكاتب استشاريه ومهندسين يشرفوا. بمجرد ما ان شاء الله نخلص النشر والتعاقد والشركات تشتغل في السبعة، هنشتغل في الثلاثة التانيين نكمل 10، ثم من العام المالي القادم إن شاء الله ناخد باقي المبلغ عشان نوصل لستة 36.7 مليار جنيه. طبعا احنا بدأنا الأول في 12 محافظة، وهي المحافظات اللي في قلب الدلتا بالإضافة إلى طبعا الجيزة والمنيا وبني سويف اللي هم فيهم أو فيهم طرق كتير غير جيدة. طبعا احنا كان عندنا فندم مكان لإعادة تروية طبقات الطرق، ولكن عرضنا على سيادتك ان احنا طبعا كل الطرق الداخليه دي طرق ضيقه والحركه فيها تبقى صعبه، سواء ندخل بقى الجرات الكبيره للسنه او ندخل معدات كتير. فسيادتك وجهت ان احنا نجيب معدات اضافيه لتدوير طبقات الطرق ب 400 مليون جنيه، والحمد لله يا فندم تقريبا وصل اكثر من 70% منها والباقي في التوريد. بندخل على الطريق نفرم طبقات الطريق سواء طبقات الاساس او الاسفلت مع بعضها، ونقويها سواء باسمنت او ببتومين رغوي، نقوي نعتبر دي طبقه اساس قويه ثم نديها طبقه اسفلت سطحيه. يبقى احنا كده
ما خسرناش الاسفلت وقشطناه او شلناه رمناه، لوثنا البيئه واهدرنا مواد وطبعا زودنا الوقت. دي شكل الطرق في القرى بعد ما اتنفذت، وكنا استخدمنا اول يعني مكان او محافظه استخدمنا فيها هذا الاسلوب هي محافظه المنوفيه، مركز بالتحديد يعني قرى مركز المنوفيه. وده فندم ان شاء الله باذن الله هيستمر لحين انشاء او لحين استكمال كل القرى في قرى مصر. مشروعات السكك الحديديه، وده موضوع مهم جدا. احنا فندم بدانا انشاء سكك حديد في مصر سنه 1851، كان تعداد سكان مصر ساعتها 4 مليون نسمه. بداناهم بالقاهره اسكندريه وده خلصناه سنه 54، والقاهره السويس خلصناه سنه 58. وصلنا فندم في 2010 ان احنا بقى عندنا 9570 كيلو، وكان سكان مصر ساعتها حوالي 80 مليون نسمه. في 2020 يا فندم وصل سكان مصر الى 100 مليون نسمه، واستمرينا على 9570 كيلو، يعني في خلال 10 سنوات ما ضفناش كيلو متر طول واحد سكه حديد على الشبكه القوميه. احنا خططنا ان شاء الله يا فندم في خطه عاجله ودي خلصت، خطه متوسطه المدى في 24 هيكون سكان مصر حوالي 110 مليون نسمه، هنوصل ان شاء الله ل 10200 كيلو، ودي عباره عن ازدواجات لخطوط حاليه فقط. في 2030 في خطه طويله المدى هيكون سكان مصر تقريبا 132 مليون نسمه، هنوصل ان شاء الله الى 11530 كيلو، وده بالطرق الجديده ان شاء الله اللي هتضاف على الشبكه الحاليه. احنا عدد الركاب يا فندم المستخدمين للسكك الحديد، احنا كنا في 2009 بننقل مليون راكب يوميا. بدانا يا فندم في مرحله الثوره والانفلات الامني وضعف الامكانيات وعدم وجود قطع غيار والاهمال في السكك الحديد. بدءا من 2011 بدانا ننزل، بدل ما نطلع بدانا ننزل، وصلنا الى 700,000 راكب في 2013. في 2014 وبدء بقى اعداد خطه لتطوير السكك الحديد والنهوض بها، بدانا نطلع تاني يا فندم، وصلنا في 30/6/2020 الماضي ده الى 900,000 راكب، رجعنا تاني امكانيات ل 200,000 راكب اخر. ان شاء الله قبل عيد الاضحى حضراتكم هتشوفوا دلوقتي وصلنا تاني بالخطوط الجديده الى مليون راكب يوميا اللي كنا بننقلهم في 2009، وان شاء الله القادم احسن باذن الله. خطه التطور بتاعتنا عملنا ثلاث خطط زي ما قلت، واحده عاجله ودي ننقل مليون راكب في 2020، ويحمد الحمد لله اتحققت وتمت، وتوجيهات سيادتك احنا شغلنا كل الخطوط الجديده قبل عيد الاضحى مباشره، والحمد لله كل اهالينا سعر وفرحانين، وبشكر حضرتك وخاصه طبعا الاقاليم والصعيد بالتحديد. الخطه متوسطه المدى ان شاء الله في 2024 هنشيل 1.5 مليون راكب يوميا، لما نقول نعمل بقى الازدواجات في السكه وندخل بقيه العربيات وبقيه الجرات. في الخطه طويله المدى لما نعمل بقى سكه جديده في 2030 هنوصل الى 2 مليون راكب يوميا ان شاء الله. من اهم مشروعات الفن بالسكك الحديديه مشروع الاشارات، تطوير الاشارات، وده حضرتك بتتابعنا فيه باستمرار لانه ده موضوع مهم جدا هيخلينا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله نقلل الحوادث كلما امكن او نلغيها بالكامل، لان هيبقى السيطره على القطار والسكه الحديد كلها اوتوماتيك اليا بدون تدخل عامل بشري. ده ابراج الاشارات اللي بتنشا دلوقتي اللي على الشمال تحتها التحويله الآلية بدون تدخل بقى الفرد اللي بيقعد يحول المفتاح والكلام ده، التحويلة بتتم على طول اوتوماتيك من البرج. القطر جاي في الطريق على طول بيتحول السكة مباشرة وفوق غرفة التشغيل ثم غرفة شبكات التحكم. نفذنا فن مجاري تنفيذ دلوقتي مشروعات في المجال نظم الاشارات ب 9.8 مليار جنيه من اجمالي 46.8 مليار جنيه، مشروعات مخططه ان شاء الله هنخلصها 2024. الاعمال الصناعيه لتامين المزلانات يا فندم، احنا عندنا 1332 مزلان، منهم 61 مزلان بتشكل خطوره، ما فيش في الدنيا في اي دوله في العالم حد كده بيعدي بعربيه او حتى برجليه على قدام السكه الحديد، كله من على اعمال صناعيه سواء كوبري او نفق. احنا بدانا يا فندم طبعا بسرعه يعني ناخد بنفس الفكر، كان عندنا 61 مزلقان لازم يتأمنوا، كان في 18 مزلقان أكثر خطورة تم الانتهاء من تنفيذ 18 كوبري ونفق بإمكانيات الهيئة الهندسية في 16/17. كان في بعدهم المزلقانات اللي تليهم في الخطورة 33 مزلقان، عرضنا على سيادتك ننفذهم مرحلتين، سيادتك أمرت لا لازم يتنفذوا مرحلة واحدة، وبدأنا فعلا ننفذ فيهم دلوقتي زي ما حضرتك هتشوف، ثم 10 مزلقانات إن شاء الله هنبدأهم في العام المالي القادم إن شاء الله.
المزلنات اللي بدأنا فيها مباشرة في 1/7 مع بداية العام المالي وصلت الحمد لله إلى منسوب سقف الكوبري زي كوبري ميدان المديرية في بني سويف وكوبري أبو حمص في محافظة البحيرة. بالنسبة للمحطات يا فندم ده برضه موضوع مهم، احنا عندنا 705 محطة بدأنا في تطوير 181 محطة سواء في العواصم أو المراكز أو القرى أو حتى القرى البسيطة لحد ما نكمل بقية إن شاء الله المحطات بتاعتنا. خلصنا 174 محطة فعلا الآن وجار تنفيذ 7 محطات. كان أهم المحطات اللي عندنا محطة مصر، طبعا دي محطة أثرية يا فندم، تم إنشائها سنة 56، كان لازم نرجعها للطراز المعماري اللي أنشئت بيه. الحمد لله رجعت تاني وقدرنا نحافظ على الطراز المعماري بتاعها وبقت زي ما موجودة أمام حضراتكم الآن. يعني على سبيل المثال كمان محطة بورسعيد دي برضه محطة من المحطات العريقة، خدناها وطورناها ورجعناها إلى الطراز المعماري والشكل الإنشائي اللي اتعملت عليه يوم ما اتنفذت. آخر نموذج يا فندم هو محطة مصر في اسكندرية، دي أنشئت سنة 27. طبعا دي برضه محطة اتعملت على الطراز اليوناني الإيطالي وطراز معماري جميل جدا. احنا بنطورها دلوقتي طبعا بالتعاون مع وزارة الآثار لأن دي أصبحت أثر مرممين ونحاتين ونقاشين أثريين بيعتنوا بيها، وإن شاء الله يا فندم بنعيدكم في نهاية هذا العام في ديسمبر 2020 تكون انتهت بالكامل ودخلت وبقت زي محطة مصر في القاهرة. محطة بشيل يا فندم ودي آخر محطاتنا أو ده المحطة الوليدة الجديدة. سيادتك وجهت يوم ما توليت وشرفت بتولي يعني منصب وزير النقل، سيادتك أمرت إن احنا نشوف مشكلة ميدان رمسيس ونحله ونقل الكثافة المرورية اللي في ميدان رمسيس ونحاول ننقل قطارات الصعيد في منطقة الجيزة. استطلعنا ودورنا على أكثر من مكان، عرضنا على سيادتك كان أحسن مكان هو منطقة بشتيل، أرض 57 فدان مخدومة بأربع طرق من كل النواحي سواء طريق السودان في المهندسين أو طلعة الزمر أو يعني 26 يوليو ومحور المطار. بننفذ فيها دلوقتي محطة، بدأنا فعلا يا فندم بننفذ محطة حضرية ومعاها مول تجاري كبير، ثم ورشة قطارات وورشة عربات ومشروع استثماري كبير 28 عمارة سكنية إدارية تجارية على شارع السودان في المهندسين. إن شاء الله بإذن الله يا فندم المشروع الاستثماري أو الجزء الاستثماري يغطي تكلفة إنشاء المحطة ويبقى كسبنا محطة جديدة. حافظنا يا فندم على خط أسوان اسكندرية زي ما هو بيكمل، حافظنا على خط المناشي الأباري في اسكندرية زي ما هو بيكمل، قطارات الصعيد هتتوقف في بشتيل وما تروحش خلاص محطة رمسيس، ونحل الكثافة المرورية والتكدس المروري اللي في ميدان رمسيس. ده طبعا الطراز المعماري اللي مناسب لمنطقة الجيزة ومنطقة الصعيد كلها والحضارة الفرعونية. الجرارات الفني وده موضوع آخر مهم جدا، احنا كان عندنا 810 جرار، كان صالح منهم 450 جرار وعاطل 360 جرار. كان مطلوب للتشغيل اليوم عشان نوصل للمليون راكب يوميا ده بدون نقل بضاعة إلى محتاجين 150 جرار. ده كان شكل الجرارات ال 81 جرار اللي جم من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في سنة 2009 وكانوا كلهم عطلانين بالكامل واقفين في ورشة التبين. اتعايدنا فنم على 260 جرار جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل 172 جرار. وصلنا يا فندم دلوقتي وصل لنا 70 جرار جديد و7 جرارات إعادة تأهيل وال30 جرار اللي بقينا يا فندم اتشحنوا من أمريكا، وإن شاء الله بإذن الله هيصلوا في يعني بداية الشهر القادم إن شاء الله عشان يبقى عندنا 100 جرار. طبعا ده شكل طبعا الجرار يا فندم اللي على اليمين الجديد واللي على الشمال المرفوع كفاءته، وده طبعا فيلم يعني اتعرض للقطارات اللي هي كلها اللي سيادتك بتؤمر بيها إن شاء الله تبقى كلها على السكك الحديد بتاعتنا. بالنسبة للعربيات عندنا 3127 عربية، كان صالح منهم 2461 عربية، كان عطلان 666 عربية بمطلوب للتشغيل 2781 عربية بعجز 320 عربية يوميا عندنا عجز فيهم. طبعا بالإضافة ان احنا متوقع ان نخرج 1000 عربية قبل 2024 احنا بنخطط لها، يبقى تقريبا محتاجين 1300 عربية، وهو ده اللي تعايدنا عليه مع روسيا والمجر. وبالإضافة إلى رفع كفاءة 200 عربية درجة ثالثة في مصنع سماف في الهيئة العربية التصنيع و90 عربية أسباني مكيفة بورش الهيئة في كوم أبو راضي، وصل لنا 33 عربية يا فندم جديدة دلوقتي، وانتهينا من رفع كفاءة وتأهيل عدد 89 عربية درجة ثالثة و90 عربية أسباني، وده شكل القطارات الجديدة. ده يا فندم مكننا إن احنا نشكل
38 قطار ونشغلهم بتوجيهات سيادتك قبل العيد مباشرة عشان خدمة أهلنا في اللي مسافرين في أجازة العيد في الصعيد والوجه البحري طبقا لجدول التشغيل اللي موجود أمام حضراتكم. ده مكننا إن احنا نوصل إلى 1,000,000 راكب قبل عيد الأضحى المبارك. بالنسبة أيضا يا فندم تعايدنا على توريد 6 قطارات كاملة من شركة طالجو الأسبانية، هيبدأ توريد أول قطار فيها إن شاء الله 2021. نقل البضائع يا فندم ده موضوع مهم جدا، ده موضوع نقدر نوفر بيه طرق وكباري ونقدر نوفر بيه فلوس لأن هو موضوع مربح إلى حد ما ويقدر يصرف شوية على نقل الركاب ويخف شوية العمولات عن الطرق والكباري. احنا بننقل حاليا يا فندم دلوقتي 4.5 مليون طن، كنا بننقل قبل 30/6/2020 4.5 مليون طن سنويا تقريبا، اللي بتمثل 1% من اجمالي حجم البضائع في مصر. كان عندنا 8553 عربيه نقل بضائع، صالح منهم 4867 وعطلان 3686، ودي كلها كانت تكنولوجيا قديمه بتمشي بسرعه لا تزيد عن 50 كيلو. عدينا بسرعه خطه للتطوير استهدفنا فيها ان احنا نوصل ل 25 مليون طن سنويا عام 24، يعني 5 أضعاف، ده نسبه 5% من تجاره مصر. طبعا ده باعاده تاهيل الجرارات القديمه اللي عندنا، وبدانا فعلا وبتوريد 25 جرار من الجرارات الجديده وفعلا ادينا لهم جزء منها، ونشتري 375 عربيه بضائع، وتعايدنا فعلا مع الهيئه العربيه للتصنيع مصنع سماد، مصنع سماد المصنع الوطني اللي بيتعامل معانا، وردنا منهم 131 عربيه دلوقتي، مكننا ان احنا نشكل 5 قطارات زي القطارات اللي قدام حضراتكم على الشمال تحت دي، وبدانا فعلا نستخدمها وان شاء الله باذن الله نزود ونتوسع في زياده وتطوير نقل البضائع. مشروعات الانفاق والجر الكهربائي، احنا فندم خططنا لتنفيذ 862.4 كيلومتر، تم تنفيذ فعلا انتهينا من تنفيذ 89 كيلو، وجرى التنفيذ حاليا 236.4 ومتبقي 537 كيلو. هي خطوط المترو الانفاق السته اللي موجوده قدام حضراتكم بالاضافه الى القطار الكهربائي الخفيف ال ار تي والعاصمه ومن يعني العاصمه والعاشر من رمضان من هنا من محطه عدلي منصور بالسلام، ثم المونوريل و يعني تطوير ترام الرمل ومترو ابو قير والقطار الكهربائي السريع السخنه العالمين والقطار الكهربائي الخفيف من دمياط الى المنصوره الجديده، وده ان شاء الله هنتعرض ليهم في الجزء بتاع تطوير منظومه النقل في القاهره الكبرى. مشروعات النقل البحري يا فندم، وده مشروع برضه موضوع مهم جدا، احنا مثلا على سبيل المثال ميناء اسكندريه، ميناء اسكندريه يا فندم كانت مساحته 8.4 مليون متر مربع، حجم التداول فيه كان 63 مليون طن سنويا، وده بيمثل 40% من حجم تجاره مصر، رغم ان هو مخنوق جدا وما بيخدموش الا محور 27 فقط عشان يربطوا بمحور التعمير اللي هو الطريق الحركه الرئيسي في اسكندريه، وكانت السفن بتنتظر حتى الان بتنتظر تقريبا متوسط خمس ايام خارج المخطاف الميناء عشان تلاقي مكان على رصيف تدخل فيه. يعني خططنا لتنفيذ مشروعات ب 22 مليار جنيه، طبعا كان اهمها اضفنا يا فندم بتوجيهات من سيادتك اراضي اللي كانت كلها واقعه شمال طريق الماكس، سواء اراضي مستوله عليها او اراضي ضفناها من اراضي الدوله، تقريبا 400,000 متر مربع من خارج الميناء و600,000 ردم مسطحات مائيه داخل الميناء، وصلنا ل 8.8 مليون متر. انشانا كمان 2 محور للربط مع محور التعمير، محور الدخيله ومحور 54، انشانا ارصفه جديده او بننشئ دلوقتي ارصفه جديده بطول 3 كيلو، ان شاء الله حجم التداول المتوقع هيزيد ان شاء الله باذن الله بعد تقريبا سنه ونص من الان بعد ما نخلص المحطه اللي احنا بنشتغل فيها الى 80 مليون طن سنويا، هنصل ان شاء الله الى صفر انتظار للسفن خارج الميناء. ده على سبيل المثال اهم مشروع اللي هو المحطه متعدده الاغراض من 55 ل 62، اطول ارصفه فيها 2.5 كيلو، عمقها 17 متر، الطاقه الاستيعابيه 1.5 مليون حاويه مكافئه سنويا. دي بتتم باعمال الردم، طبعا بناخد الردم بكراكات من عمق البحر من مناطق صالحه للردم، بنردمه في منطقه انشاء الرصيف، بنحسن التربه زي ما عملنا في شرق بورسعيد، ثم ننشئ الرصيف على الارض اللي احنا اكتسبناها. احنا حتى الان يا فندم نفذنا 5 مليون متر مكعب من اجمالي 8 مليون متر مكعب ب 63%، وان شاء الله باذن الله في شهر اكتوبر القادم نكون خلصنا الردم بالكامل وبدانا في باقي انشاء الرصيف. مشروعات المواني البريه والجفه، المواني البريه يا فندم زي ما ذكر دوله رئيس الوزراء احنا عندنا 7 مواني، 3 على الحدود البريه الدوليه الشرقيه و3 على الحدود الدوليه الجنوبيه، خلصوا تطوير بالكامل. باقي ميناء السلوم يا فندم الهيئه الهندسيه مشكوره بالتورط دلوقتي في منطقه السلوم على الحدود الدوليه الغربيه، وهينتهي ان شاء الله يا فندم بنهايه العام المالي الحالي.
المواني الجافه والمراكز اللوليسيه، وده موضوع جديد عندنا في مصر ولكن ده مهم جدا يا فندم علشان نزود حركه التداول في المواني البحريه. حد يقول لي طب ايه علاقه ده بده؟ المركب يا فندم مجرد ما بتيجي في الميناء مفروض على طول الكونتينر يتشال بالونش بعد تفتيشه امنيا، يتحط على وسيله النقل على طول، سواء وسيله نقل بري او سككي او بالنقل النهري، وتتحرك على طول على المواني البريه والمراكز اللوجستيه علشان المواني الجافه والمراكز اللوجستيه علشان يتفتش ويكمل تخليص الجمركي وما نعطلش الميناء. احنا اول فندم ميناء في 6 اكتوبر اسندناه خلاص الحمد لله للتحالف قطاع خاص مصري، شركات قطاع خاص مصري اجنبي كاول ميناء جاف في مصر. حاليا بنعد دراسات لانشاء 4 مواني جديده بالتنسيق مع بنك اعاده الاعمار وبنك الاستثمار الاوروبي في العاشر من رمضان وبرج العرب الجديده ودمياط الجديده وسوهاج الجديده، عشان كده يبقى عندنا 8 ميناء جاف و5 مركز لوجستي ان شاء الله. مشروعات النقل النهري، وده موضوع مهم جدا يا فندم، وانا بعترف ان احنا عندنا قصور في النقل النهري، ولكن احنا الحمد لله حطينا خطه طموحه عشان نطور النقل النهري في مصر. النقل النهري ده موضوع قليل التكاليف، غير ملوث للبيئه، بيشيل حمولات كبيره جدا، ولكن حصل فيه قصور في السنوات الماضيه. احنا فن بنانا دلوقتي بنكرك ونطهر المجرى الملاحي لنهر النيل عشان نرجع تاني المراكب النيليه اللي شايله سواء افراد او سواح، بنعلمه بشمندرات طبعا بعد تكريك وبالتعاون مع هيئه قناه السويس والشركات المصريه الوطنيه، ثم ننقل فيه بضاعه عبر نهر النيل، بالاضافه الى تكريك وتطوير وتطهير الطرق الملاحيه النهريه من القاهره الى اسكندريه ومن القاهره الى دمياط. ده رجعنا يا فندم ان احنا نرجع تاني وبعد توقف 36 شهر ان احنا نرجع ننقل تاني القمح من ميناء دمياط الى صوامع وفي امبابه. نقلنا من 5 ايام بس يا فندم 1800 طن قمح، طبعا دي كميه كبيره وطبعا ما نبهدلش الطرق وفي زمن اسرع ولا نلوث البيئه، وان شاء الله يا فندم باذن الله بنوعد سيادتك ان في كل موانينا اللي فيها اللي متصله بنقل نهري زي دمياط واسكندريه بالتحديد نبدا ان شاء الله نرجع فيها تاني النقل النهري، ويبقى في عندنا طبعا الـ يعني الفرصه دي او يعني لازم نستغلها طبعا. اخر مشروع فني هو مشروع انشاء البنيه المعلوماتيه لنهر النيل، وده مشروع مهم جدا يا فندم وبيتنفذ دلوقتي بالتعاون ما بين وزاره النقل والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه، وده ان شاء الله يا فندم باذن الله هيخلينا نمتلك نظم بنيه معلوماتيه لنهر النيل قويه جدا ونسيطر على كل المراكب وكل العائمات اللي شغاله او ماشيه في نهر النيل. نوصل يا فندم لموضوع اليوم وهو تطوير منظومه النقل النهري في القاهره الكبرى. احنا فندم زي ما اتقال ان القاهره تعداد سكانها 25 مليون بنسبه 25% من سكان مصر، بالاضافه ل 4 مليون وافد يوميا متردد يبقى حوالي 29 مليون. العدد طبعا ده كبير جدا، كان بيعمل زحام على مداخل القاهره زي ما احنا شايفين دلوقتي. طبعا الزحام ده بتؤدي الى استهلاك وقود زياده، تلوث بيئه، زياده زمن الرحله، زياده عدد الحوادث اللي بتؤدي طبعا للوفيات والاصابات. سيادتك اصدرت توجيه بانشاء العاصمه الاداريه الجديده، وطبعا وفي تجمعات عمرانيه جديده على برضه هذا المسار وهذا الاتجاه، فكان لازم نفكر في منظومه نقل قويه جدا، طبعا عملناها بالتعاون مع المكاتب الاستشاريه المتخصصه عشان نربط القاهره بالعاصمه الاداريه والتجمعات العمرانيه الجديده ونحافظ على المكانه التاريخيه للقاهره. طبعا كان بيشمل مجموعه اعمال اهمها تطوير الطرق البريه الرئيسيه اللي خارجه من القاهره الكبرى واستخدام اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء، وسيادتك هتشوف يا فندم النهارده اول انتاج مصري لاتوبيسات الغاز والكهرباء موجود يا فندم في محطه عدلي منصور، وانظمه الاتوبيسات السريعه البي ار تي. ثم استحداث وسائل النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي، ونصل يا فندم الى يعني القاء الضوء على تطوير الطرق البريه الرئيسيه بالقاهره بسرعه. احنا فندم خارج من القاهره 18 طريق رئيسي كلها تم تطويرها يا فندم او جاري تطويرها، باقي طريق الفيوم بيتطور، يبقى عندنا 18 طريق رئيسي خارجين من القاهره تم تطويرهم، بالاضافه الى 3 طرق دائريه، 3 دوائر حوالين القاهره الكبرى. اولها الطريق الدائري الاقليمي، وطبعا اتكلمت عليه قبل كده بشويه، الطريق الدائري الاوسط اللي بيبدا من طريق القاهره الاسماعيليه الزراعي ويصل حتى طريق في الشرق ويصل حتى طريق الضبعه في الغرب بطول 156 كيلو، ثم الطريق الدائري، الطريق الدائري حول القاهره اللي كان حول القاهره اصبح داخل القاهره. طبعا ده طريق اصبح مخنوق جدا، طوله حوالي 106 كيلو. سيادتك امرت بتطوير تطوير طريق شامل
نصل بدل ما هو 4 حاره 4 حاره الى في بعض المناطق 7 حارات و8 حارات. التطوير بيشمل توسعه الطريق طبعا زي ما قلت ال7 و8 حارات بالاضافه الى رفع كفاءه وتوسعه الاعمال الصناعيه الحاليه طبعا اصبحت ده لازم تتوسع، نرفع كفاءه الاجزاء المنهاره من الطريق ونطور انظمه الامن والسلامه على الطريق بالاضافه الى اخر حاجه وتطوير خطه الاناره، وان شاء الله بنعمل خطه اناره يا فندم ان شاء الله باذن الله تليق بالطريق الدائري. على سبيل المثال هناخد القطاع بس بتاع الاوتوستراد المريوطيه ده طوله 12 كيلو، اول حاجه فيها تقاطع الاوتوستراد مع الطريق الدائري، بنوسع كل دوائر المرور نتيجه طبعا ان احنا بننشئ طريق خدمه على الجانبين فلازم نربطه، فكان لازم نوسع دوائر المرور واللوبات والرمبات اللي موجوده وننشئ اثنين طريق اللي هم بالازرق الفاتح دول اللي داخلين على منطقه المعاد عشان يخدموها. ده كان اول عمل. العمل الثاني المناطق المتاح فيها توسعه بالنسبه لنا، بناخد الميل بتاع الطريق ونعمل حيطه خرسانيه راسيه ونردم وراها عشان نشكل جسر نعمل عليه الثلاث حارات اللي احنا عايزينهم لطريق الخدمه، ونسيب طريق خدمه لحركه الاهالي بره الحيطه الخرسانيه بين الاهالي وبين بين الحيطه وبين المساكن. الصوره اللي على اليمين تحت دي المناطق اللي مش موجود فيها اي ارض، مش موجود فيها مساحه تسمح ان احنا نوسع الطريق، فلازم احنا عملنا فن قرارات نزع ملكيه وان شاء الله دلوقتي جاري تعويض السكان عشان نشيل كل المنازل دي ونوسع الطريق، يبقى كل الطريق توسع ان شاء الله الى 7 حارات و7 حارات عدا كوبري المنيب اللي هو قدامنا ده، وده العمل الثالث في هذا القطاع. كوبري المنيب يا فندم ده طوله 3 كيلو على النيل الشرقي والنيل الغربي وجزيره الوراق، سيادتك امرت ان احنا نوسعه، احنا بنوسع الطريق كله 3 حارات 3 حارات، سيادتك وجدت ان احنا نوسعه 4 و4 يعني بنعمل كوبري جديد بالكامل، 4 حارات شمال و4 حارات جنوب. احنا يا فندم الحمد لله تقريبا خدنا الامر من 4 شهور، احنا دلوقتي يا فندم وصلنا الى سقف الكوبري في بعض البواكي منه، بننشئ طبعا خوازيق في النيل ثم نبدا القواعد ثم الاعمده ثم الكاميرات وسقف الكوبري زي ما هو واضح على الشمال. ده بالاضافه يا فندم الى ما تم افتتاحه بتشريف سيادتك يوم 29 يونيو لطرق وكباري ومحاور نفذتها الهيئه الهندسيه في شرق القاهره ب 22 مليار جنيه، دول تقريبا كانوا 27 كوبري وكان اهمها ومحور، كان اهمها طبعا محور الفريق العصار رحمه الله عليه وكوبري الشهيد هشام بركات. طبعا يا فندم احنا كل دول العالم حتى احنا عندنا القاهره القديمه في وسط البلد كل تقاطعات الشوارع تقاطعات رباعيه باشارات رباعيه، ما فيش ابدا حد بيعمل كوبري في تقاطع شوارع، ولكن نتيجة لعدم التزامنا بصراحة، نتيجة لعدم التزامنا بحدود الارتفاعات المحددة وبالكثافات البنائية اللي المفروض نتبعها، بل واستخدام الجراشات اللي كان المفروض تتعمل في البدرومات وفي الأدوار الأرضية إلى مولات ومحلات تجارية وما إلى ذلك، أصبحت الدنيا مخنوقة، فمش قادرين نعمل أي حلول هندسية عادية، الحلول الهندسية المتعارف عليها هو الحل اللي قدام حضراتكم ده، إشارات رباعية، العربيات بتقف في كل اتجاه والناس تستخدم الطريق بمنتهى الأمان، ولكن عجزنا إن احنا ننفذ هذا الحل. فكان لازم نلجا الى حلول انشاء الكباري، طبعا دي احنا ما عندناش فلوس كتير ولا حاجه عشان نصرفها، ولكن ما قدامناش غير كده عشان نحل المساله في هذه المنطقه وبالذات في منطقه شرق القاهره. مشروعات النقل الجماعي السكك جزات الجر الكهربائي في القاهره الكبرى. الخط الاول يا فندم من المترو ده انشئ سنه 89 بيربط ما بين حلوان في الشمال والمرج في الجنوب، بيشيل حاليا 1.2 من 10 مليون راكب يوميا. الخط الثاني انشئ سنه 2005 انتهى التنفيذ بتاعه ودخل خدمه في 2005 بيربط ما بين شبرا الخيمه في الشمال والمنيب في الجنوب، بيتقاطع مع الخط الاول في الشهداء وفي السادات يعني في ميدان رمسيس وميدان التحرير، بيشيل مليون راكب يوميا. الخط الثالث للمترو اللي هو موضوعنا النهارده المرحله الرابعه منه، الخط الثالث للمترو اللي بيصل ما بين عدلي منصور اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وامبابه في اتجاه الشمال من غرب النيل وفي اتجاه جامعة القاهرة في اتجاه الجنوب، طوله 41.2 كيلو، طبعا ده بيتقاطع مع الخطوط الاثنين اللي قبليه، بيشيل 1.5 مليون راكب يوميا. ده المرحلة الأولى منه يا فندم، طولها 4.3 كيلو اتفتحت في 2012 بتبدأ من العتبة وحتى العباسية، والصورة اللي تحت دي صورة محطة العباسية وعملنا محطة العتبة وعملنا فيها مول تجاري عشان يحاكي المنطقه التجاريه اللي موجوده فوق الارض وهي في منطقه العتبه. المرحله الثانيه العباسيه الاهرام، ودي صوره محطه الاستاد، اهم
محطة في هذه المرحلة وتم افتتاحها في 2014. أما المرحلة الثالثة اللي شغالة حاليا يا فندم دلوقتي اللي بتبدأ من العتبة وحتى امبابة وجامعة القاهرة طولها 17.7 كيلو، دي فيها 15 محطة من ثلاث أجزاء. الجزء الأول ده اللي هو بيبدأ من العتبة حتى الكتكات، وده فيه يعني أربع محطات كلها محطات نفقية، وإن شاء الله مخطط افتتاحه في أبريل 21. والمحطة المكنة فندم عدت منه دلوقتي في ثلاث محطات، وهنشوفها دلوقتي في محطة يعني أثناء تواجدها في محطة مسبيرو. الجزء الثاني يا فندم بيبدأ بقى من الكتكات ويتجه في اتجاه الشمال إلى عشان يربط مع محور رود الفرج في منطقة إمبابة، والجزء الثالث بيبدأ من منطقة الكتكات أيضا وبينزل في اتجاه الجنوب في اتجاه جامعة القاهرة. ده يا فندم يوم المحط يوم المكنة دخلت إلى محطة مسبيرو. أما فندم بقى الجديد في هذا الموضوع، وهو زي ما حضرتك إن شاء الله النهاردة هتشرفنا بافتتاح المرحلة الرابعة اللي اتعملت على فيادكت أو جسر أو كوبري علوي لأول مرة اتعمل في مصر بشركات مصرية، إحنا حاليا يا فندم بننفذ برضه المرحلة الثالثة بأسلوب غير نمطي. طبعا إحنا شغالين في منطقة إمبابة وشارع الوحدة ومنطقة كلها كثافة سكانية عالية، وهنعدي الطريق الدائري، فكان لازم برضه نشوف اسلوب غير نمطي. كان في اسلوب يا فندم بيتم تنفيذه، شركه المويه العرب بتنفذه في الكويت، وسيادتك امرت ان احنا نسافر وانا في الهيئه الهندسيه نشوف هذا النظام الجديد، كان الشركه الطلياني بتعمله. سافرنا يا فندم وشفناه، لانهم بينفذوا الكوبري عباره عن سيجمنت او قطعه كده الجرار بيجي بيشيلها تطلع تتركب معاه بدون ما نعمل زحمه فيه، وده بس مباشر يا فندم من موقع الكوبري حاليا. الكوبري ده حاليا دلوقتي احنا خلصنا كل المنطقة بتاعت إمبابة وعبر الطريق الدائري، أصبحنا غرب الطريق الدائري، وده فن جسم الكوبري اللي اتبنى، وده الشدة المعدنية المتحركة اللي فوقيه. الجرار بيجي يا فندم لتحت بيشيل القطعة دي، بيطلع يجمعها بعد كده مع باقي قطع الكوبري بتتشد ويرات، وده يا فندم بيتم تنفيذه بواسطة شركات مصرية بمعاونة شركة فينسي العالمية. وإحنا يا فندم كده دخلنا، أنا بعتبر إن إحنا دخلنا عصر الحاجات اللي كانت مستحيله بالنسبه لنا، الحمد لله بدانا ننفذها في مصر، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتر منها. شكرا. المرحله الرابعه يا فندم الخط الثالث، وده موضوعنا النهارده ولساتك شرفنا بافتتاحها. المرحله الرابعه يا فندم دي بتبدا من محطه هارون لعدل منصور، طولها 11.5 كيلو، فيها 10 محطات. الجزء الاول يا فندم كان فيه اربع محطات نفقيه، وكنا فتحناها للجمهور بمناسبه كأس الأمم الأفريقية في 15 يونيو تشغيل تجريبي فقط، والجزء الثاني في ست محطات علوية بتبدأ من النزهة وتنتهي بعدل منصور، بالإضافة إلى ورشة الخط الثالث وده أكبر ورشة تقريبا في الشرق الأوسط. دي محطة هارون. بسرعة بقى المحطات السعرضة كلها هنشوفها يا فندم النهاردة إن شاء الله. دي محطة اليوبلس، ومحطة اليوبلس يا فندم دي أكبر محطة في مصر ويمكن من أكبر محطات المترو في أفريقيا والشرق الأوسط. بتبلغ مساحة المحطة 10,000 متر مربع تقريبا فدانين ونص، وثم عمق المحطة عن سطح الأرض 28 متر، جاري إنشاء مول تجاري كبير في المحطة يا فندم على مساحة 5,800 متر مربع. محطة الألف مسكن، ثم محطة نادي الشمس، ثم محطة النزهة ودي أول محطة علوية، ثم هشام بركات الشهيد هشام بركات، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، ثم محطة الهيك السب، وأخيرا محطة عدلي منصور. ده شكل المحطة فنم من الخارج ومن الداخل. في الآخر فنم الورشة فنم تم تنفيذها على 65 فدان، 31 مبنى زي ما اتقال في الفيلم. أهم المباني فيها فنم هو ورشة العمر الجسيمة. الورشة فنم دي بيترفع المترو بالكامل، الثمان عربيات أو تسع عربيات بتشالوا مرة واحدة عشان يتعمل فيهم عمر جسيمة مرة واحدة، وده أول مرة تتم في مصر وفي الشرق الأوسط إن احنا ندخل هذه التقنية موجودة عندنا دلوقتي الحمد لله. بالإضافة إلى جراج للجرارات 30 قطار، 15 سكة في 2 ب 30 قطار، ومبنى مغسلة القطارات. في نهاية اليوم كل القطارات تخش تتغسل وتتنظف، ورشة عمرة خفيفة لثمان قطارات. ثم الخط الرابع للمترو يا فندم، والخط الرابع ده برضه من الخطوط المهمة، بيبدأ من منطقة حي الأشجار في 6 أكتوبر، بينتهي في منطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، طوله 42 كيلو، هننفذه على اثنين مرحلة، المرحلة الأولى منه إن شاء الله من اكتوبر حتى عمرو بن العاص بطول 19 كيلو، ودي يا فندم الحمد لله تم الانتهاء من النشر على الشركات المصريه، اربع شركات مصريه وطنيه تم النشر عليها ورسى الشغل عليها، ان شاء الله هتنفذ هذه المرحله. المرحله الثانيه من عمرو بن العاص للقاهره الجديده 23 كيلو، الخط يا فندم ده
جاي من اقصى الشرق لاقصى الغرب بيربط الثلاث خطوط الباقيين مع بعض. ثم الخط الثالث المترو ده هيحسسنا بمعنى كلمه شبكه. الخط الثالث المترو جاي من الخطوط في الشمال حتى المعاد الجريره في الجنوب، هيربط يا فندم بقى كل الخطوط اللي قبله عشان يبقى عندنا شبكه. ان شاء الله الخط طوله 30 كيلو في 24 محطه، هيقدر يشيل 1.2 مليون راكب يوميا. القطار الكهربائي الخفيف ده يا فندم من احدث وسائل المواصلات اللي دخلت القاهره بل والشرق الاوسط، بيبدا من محطة عدلي منصور اللي احنا فيها النهاردة. طول الخط كله مرحلتين 90 كيلو في 16 محطة، هيشيل 500,000 راكب يوميا. في الشمال هيوصل من عدلي منصور شمالا حتى العاشر من رمضان، وجنوبا حتى المدينة الرياضية العاصمة الإدارية الجديدة. ده شكل المحطة يا فندم. دلوقتي المحطة دي محطة تبادلية مركزية، وده برضو أول مرة نعمل هذا الفكر ان احنا يبقى عندنا أكتر من وسيلة مواصلات تخش في محطة واحدة. الراكب ينزل من القطر يركب المترو، ينزل من المترو يركب المونورين أو الأتوبيس. هي محطة تبادلية تحتوي على خمس محطات رئيسية. أول محطة محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق اللي سيادتك هتشرفها بالافتتاح النهاردة إن شاء الله. ثم محطة القطار الكهربائي الخفيف اللي رايح إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ثم محطة السكك الحديدية القاهرة السويس اللي سيادتك أمرت إن هي تبدأ من هذه المحطة بدل من عين شمس. ثم محطة أو موقف أتوبيس المطار الكهربي وأتوبيس السوبر جيت للأقاليم. ثم أخيرا موقف الأتوبيس الترددي عدلي منصور السلام. وإحنا فعلا عملنا ده عشان ما يبقاش زي ميدان رمسيس دلوقتي، ما فيش أي عربية بتخش ميدان رمسيس. طبعا إن شاء الله بإنشاء هذه الوسيلة هيبقى في أتوبيس ترددي ياخد الركاب اللي نزلوا من محطة عدلي منصور يوديهم إلى ميدان السلام المطور اللي داخل مدينة السلام، عشان ما يبقاش فيه موقف ميكروباص ومواقف عشوائية في هذه المحطة اللي احنا ان شاء الله بإذن الله مصرين، وزي ما سيادتك بتوجه دايما باستمرار ان احنا يبقى عندنا حاجة حضرية وحاجة تليق بمصر الجديدة ان شاء الله. ده شكل المحطة من الخارج، وده شكلها من اللي على الشمال من تحت، ده البهو الداخلي بتاعها من الداخل. دي طبعا محطة عدلي منصور التبادلية، ده الشكل الحالي دلوقتي، بتنفذها شركة المقاولين العرب، ونسبة تنفيذها حاليا 86%. احنا بنحط حجر الاساس يا فندم النهارده واحنا 86% من المحطه، وكل الكباري وكل الحاجات الباقيه تقريبا ما بين 50% ل 60% ل 70%. وده التوجيه اللي سيادتك ادته لنا من اول يوم سيادتك ما توليت، ان احنا ما نحطش حجر الاساس لاي مشروع مجرد نحط الخامه في الجبل او في الصحراء ونمشي، لا ده احنا لازم يكون المشروع شغال، معداته موجوده، شركاته راكباه وشغاله فيه، تحققت له عوامل النجاح، نقدر كده نعلن على المشروع ونحط حجر الاساس زي ما هيتم النهارده في محطه عدلي منصور التبادليه وفي القطار الكهربائي. المشروع يا فندم فيه 16 محطه نمطيه، ده منظور المحطه، وصممنا ان احنا يبقى دايما فيه 2 باركنج للسيارات على جانبي المحطه علشان نرغب الراكب، نرغب الساكن ان هو يجيب عربيته الملاكي يركن في الباركنج ويركب وسيله مواصلات جماعيه زي كل دول العالم ما بتعمل، نقلل الزحام على الطرق ونقلل طبعا استهلاك الوقود. دي محطه من المحطات ال 16، محطه هليوبلس الجديده بتنفذها شركه المول العرب ونسبه تنفيذها 38%، وفي بث مباشر حي يا فندم دلوقتي حاليا من المحطه. دي شكل المحطه يا فندم دلوقتي، خلص تقريبا الهيكل الخرساني بتاعها بالكامل، وان شاء الله هنبدا مرحله التشطيب وننتهي ان شاء الله يا فندم الخط بالكامل زي ما عودنا سيادتك في شهر 8/21 قبل الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده بشهرين، عشان نبدا نجرب مواصلاتنا ونشغلها تشغيل تجريبي. القطار الكهربائي يا فندم فيه طبعا ليه مسار علوي في معظم تقاطعاته وانفاق، بالاضافه انه في كباري سيارات بتخدم التجمعات العمرانيه اللي موجوده على جانبي هذا المحور، 9 كوبري ونفق للمسار و4 كباري سيارات لخدمه التجمعات السكانيه المجاوره للمسار. ده على سبيل المثال عندنا 6 كوبري طبعا كلها شغالين فيها يا فندم، ولكن احنا خدنا على سبيل المثال كوبري التقاطع مع طريق السويس بتنفذه شركه ابناء حسن علام، وصلت نسبه الاعمال الانشائيه فيه الى 47%. طبعا الكوبري ده في 39 محور وطوله تقريبا كيلو و154 كوبري عملاق، وده بث مباشر يا فندم حاليا دلوقتي من الكوبري اثناء تنفيذه في الوقت الحالي. شكرا. كباري السيارات يا فندم 4 كباري خدنا برضو منها على سبيل المثال كوبري واحد، وهو تقاطع او كوبري اللي بيخدم المستقبل 2. الكوبري يا فندم هنا زي ما حضراتكم شايفين
بيعدي القطار الكهربائي الخفيف اللي هو موضح باللون الاخضر وبيعدي كمان طريق الاسماعيليه، يعني احنا ما بنعملش كوبري يا دوب يخدم القطار الكهربائي، احنا بنحل مساله مروريه عشان نسهل على اهالينا ومرتادي كل التجمعات السكانيه اللي موجوده على المسار علشان يقدر الناس تتحرك بسهوله ومحدش يتاذى وهو بيعبر طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي. بتنفذه شركه السعده نسبه تنفيذ 70%، وده بس مباشر ايضا يا فندم من الكوبري او تنفيذ الكوبري حاليا. شكرا. انفاق السيارات دول ثلاث انفاق مسار القطار اللي القطار الكهربائي بيعدي منها تحت الطرق الرئيسيه المتقاطعه، مثلا ده في طريق داخل لمدينه بدر او طريق داخل لهيلوبلس الجديده فلازم بنعديه من تحتيه بنفق، بتنفذه شركه كونكورد نسبه تنفيذه 67%، طول النفق تقريبا 460 متر، وده بس مباشر يا فندم من موقع النفق حاليا واحنا موجودين هنا. شكرا. ورشه بدر القطار الكهربائي، الورشه يا فندم دي على غرار الورشه اللي تم تنفيذها للمترو، بننفذ ورشه في بدر القطار الكهربائي على مساحه 78 فدان في 26 مبرى، وصل نسبه تنفيذها ل 36%، بننفذها تحالف شركتي جاما والرواد. الشركات يا فندم حضراتكم ملاحظين ان انا بتكلم كله شركات مصريه، رغم ان المقاول العام هو شركه افيك الصينيه، ولكن احنا اتفقنا معاها ان طالما عندنا شركات مصريه تقدر تعمل الكباري والانفاق والمحطات بل والسكه، وده جديد، شركه اوراسكوم بتنفذ السكه الحديد، كل الشركات المصريه بتنفذ هذه الاعمال، شركه افيك الصينيه بتشرف علينا علشان تضمن سلامه المنشا لان هو هيبقى في الاخر باسمها، هتجيب لنا القطارات وان شاء الله باذن الله نشغل تشغيل تجريبي في شهر 8/21. ده ورشه العمره الجسيمه اللي في الورشه، ثم ورشه الصيانه الخفيفه، ثم جراج القطارات. موضوع المونوريل يا فندم وده موضوع مهم جدا، مونوريل العاصمه الاداريه الجديده و6 اكتوبر الاثنين يا فندم مع بعض اجمالي اطوالهم 96 كيلو، فيهم 34 محطه، ان شاء الله هننقل بيهم 650 الف راكب يوميا، وده طبعا برضو وسيله مواصلات حديثه ومتطوره جدا وداخله الخدمه جديد. المونوريل اللي هيبدا من او مونوريل العاصمه الاداريه هيبدا من استاد القاهره وحتى مدينه العداله في شرق العاصمه الاداريه الجديده. مونوريل اكتوبر هيبدا من منطقه وادي النيل غرب النيل وحتى اكتوبر الجديده. الشغل بدا يا فندم فعلا، احنا خلصنا موضوع الاغلاق المالي وخلصنا التعاقد والحمد لله شغالين كويس جدا، بدا المشروع ينطلق، بدانا يا فندم نعمل ده، هيبقى فندم بالظبط زي الفايادكت بتاع او الكوبري العلوي بتاع المرحله الرابعه، هيبقى على طول يعني اساسات عميقه في الارض بتطلع على عمود احادي بيطلع لما لحد جسم المنشا الخرسان اللي هيشيل المونوريل. القطار الكهربائي السريع يا فندم السخنه العالمين ده هننفذه على مرحلتين، طوله كله 486 كيلو، المرحله الاولى منه هتبدا من العاصمه الاداريه الجديده برج العرب 262 كيلو، ثم المرحله الثانيه على جزئين السخنه العاصمه الاداريه وبرج العرب العالمين بطول 224 كيلو. اخر وسيله فندم هي وسيله الاتوبيسات السريعه البي ار تي او الباص رابيد ترانزيت، وهو ان شاء الله هنستخدمه على الطريق الدائري، هيربط مع كل وسائل المواصلات اللي انا قلتها دي، كل وسائل المواصلات اللي هتحرك على الطرق الرئيسيه داخل القاهره سواء مترو او قطار كهربائي او مونوريل. الاتوبيس ده هيمشي على الطريق الدائري بدون توقف زي ما هو موجود في كل عواصم العالم زي ما هو موجود امام حضراتكم، وده رسم تخطيطي للطريق الدائري. بعد ان شاء الله ما ننفذ البي ار تي هناخد الحارتين الداخليتين يمشي يتحرك عليهم لانه لازم يمشي في مسار معزول طبعا ويمشي معاه الاسعاف والمطافي وكل الحاجات السريعه، ده نموذج في كل عواصم العالم المزدحمه زينا حاليا دلوقتي، وده نموذج في مدينه بوجوتا في كولومبيا ومدينه مكسيكو سيتي في المكسيك. احنا فندم خططنا بناء على تنفيذ حضرتك ولما ننفذ بقى البي ار تي ومن دلوقتي بنعمل بننفذ جراشات نموذجيه وحضاريه على الطرق الرئيسيه المتقاطعه مع الطريق الدائري، الميكروباص مش هيطلع على الطريق الدائري، هيبقى واقف في موقف تحت الطريق الدائري والبي ار تي هو اللي بينقل الركاب في حركه دائريه على الطريق الدائري، ده موقف مستور قبل التطوير اللي على اليمين وده شكله بعد التطوير على الشمال، ثم موقف السلام قبل وبعد التطوير. شكرا يا فندم واي اوامر.
شكرا يا كامل، واسمح لي بس ان انا يعني بمناسبه الاحتفال النهارده اقول ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم، والتهنئه لينا ولكل المصريين بمناسبه العام الهجري الجديد، واسمحوا لي ان انا ارحب بفخامه الرئيس عدلي منصور وهنيه على ان هو يبقى موجود معانا هنا. طبعا فخامه الرئيس شخصيه وطنيه عظيمه، دورها كان دائما دور عظيم جدا في مرحله من اصعب المراحل اللي مرت على مصر. فبقى لنا فتره كبيره طبعا عشان كورونا ما شفناش بعض، فاسمح لي ارحب بيك مره ثانيه. انا بقدم التحيه والتقدير للحكومه وبهنيها على الجهد الكبير اللي بتقوم بيه وبمختلف القطاعات اللي موجوده فيها. ومش معنى ان احنا واحنا بنتكلم دايما على ان احنا عايزين الافضل، ده معناه ان احنا يعني لكن هي التحديات كتير والمشاكل اللي موجوده في مصر كتير، وبالتالي الحكومه عليها عبء ضخم جدا جدا. وعشان كده دايما كلامي للحكومه وكلامي للراي العام في مصر، الشعب المصري، ارجو ان انتم نحطوا ايدينا جميعا او نتكاتف جميعا في مواجهه التحديات اللي بتقابلنا عشان نقدر نتغلب عليها. زي ما احنا شفنا العرض اللي تم تقديمه سواء من دولة الرئيس او من الفريق كامل كوزير للنقل، احنا بنشوفه كل قطاع بنتكلم فيه تقريبا تجد ان الرقم بيقرب من التريليون جنيه. يعني لما يجي نتكلم على قطاع الكهرباء هنجد ان الرقم تقريبا هو الرقم دوت. لو الواقف موجود معانا مثلا الدكتور شاكر هيقول ان قطاع الكهرباء في مصر حتى 2024 يمكن يتعدى حتى التريليون جنيه، مش كده يا دولة الرئيس؟ ونفس الكلام هتلاقي قطاع النقل اللي بنتكلم في التريليون والقطاعات كلها. ده معناه ايه؟ معناه ان حجم العمل اللي بيتم وحجم التمويل اللي بيتم لهذه القطاعات حجم ضخم جدا. ده معناه ان الدولة حريصة جدا جدا على هي تحسن من حياة الناس باختصار شديد جدا في كل القطاعات. لو اتكلمنا على السكة الحديد، لو اتكلمنا على النقل، لو اتكلمنا على الطرق، لو اتكلمنا على الصحة، لو اتكلمنا على الجامعات، وكل قطاع من دول لما نيجي نتكلم فيه. يعني لو النهاردة احنا بنتكلم على التعليم في مصر والجهد اللي بيتبذل فيه وحجم الانشاءات اللي اتعملت عشان تساهم في تحسين القطاع، انا بتكلم هنا تحديدا على مثلا زي قطاع التعليم، هتجدوا ان مليارات كتيرة جدا جدا بيتم ضخها عشان المستهدفات اللي احنا حاطينها كدولة تتحقق وفي اقل وقت ممكن زي ما ذكر النهاردة. انا بس عايز اقول ان لما اتكلم الفريق كامل على محاور النيل اللي هي ان احنا نقلل المسافة الجانبية من 100 كيلو ل 25 كيلو، يمكن كتير من اللي متابعين معانا يقولوا ايه، اوعوا تكونوا مهتمين فقط بالعواصم الرئيسيه زي الاسكندريه والقاهره وبورسعيد والجيزه وسايبين بقيه محافظات مصر. لا لا، ده احنا مش سايبين حاجه في مصر ما بنشتغلش فيها بكل القطاعات. احنا شغالين في مشروع الألف قرية، مش كده يا دكتور مصطفى، اللي هو الأكثر يعني الأكثر احتياجا أو كده، وبنتكلم على إن احنا بنعمل فيها مشروعات متكاملة، بنرفع كفاءة المساكن اللي موجودة بشكل حضاري، وبنستكمل فيها الصرف الصحي والصرف وأسف والمي ومياه الشرب والكهرباء ثم شبكة الطرق، وحتى اتكلمنا على إن الترع والمصارف اللي هتكون موجودة فيها هيتم رفع كفاءتها، وشغالين في ده. اللي انا عايز اقوله ان ما فيش قطاع ما بيمسش مش بس القاهره واسكندريه كامل، لا، وانت ذكرته، بس طبعا انت بتتكلم عايز تغطي الموضوعات بسرعه، لكن الناس مش هتبقى متابعانا، فاحنا محتاجين لو طلعنا في التلفزيون دكتور مصطفى نتكلم على الطرق اللي بتتعمل لصالح محافظات مختلفه، الكباري والمشروعات الاخرى، عشان كمان الناس تبقى متابعانا وشايفه اللي احنا بنعمله في مصر كلها مش على قد فقط المحافظات الرئيسيه. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها واتكلم فيها دوله الرئيس واتكلم فيها
الفريق كامل. وانا بتكلم فيها برضو في اطار زي ما قلت المسؤوليه، مسؤوليتنا كدوله ومسؤوليتك يعني كمسؤول معاكم، ومش مسؤول عنكم، معاكم، مسؤول معاكم على ان احنا ننجح بمصر في كافه القطاعات اللي بنتكلم عليها. احنا المشروعات اللي بتتعمل في مجال السكه الحديد والمترو زي ما انتم سمعتم دي كلها مموله تمويل بقروض يا كامل. ايوه يا فندم. واللي كامل بيطلبه ودوله رئيس بيكلمه ويقول احنا عايزينكم تسددوا القروض ديت، لا ولا فوائدها، مش كده يا دكتور؟ احنا عايزين فقط ان احنا نحافظ على كفاءه المرفق ده انه يشتغل ويدي الخدمه بشكل يليق بيه زي ما احنا افتتحناه كده. مصريف التشغيل. يعني فاحنا عايزين فقط ناخد من الناس وتبقى، وانا عارف ان ده مش يعني الناس هتتفهمني فيه كويس، وانا باكده عشان احنا ما عندناش خيار تاني. والا يبقى احنا النهارده برضه تاني بنبيع لكم الوهم وبنقول لكم ان احنا عملنا وعملنا، وبعد 5-6 سنين تبصوا تلاقي المرفق ده ما بقاش صالح. لا يمكن نقبل كده، ولا يمكن نبقى احنا امناء معاكم لو سمحنا بكده، لا. وبالمناسبه يعني انا هقول حاجه هنا، هي الناس مش كانت بتتحرك باللي احنا هنفتتحه ده يا فندم قبل كده؟ تمام. من غير ده؟ تمام. طيب لما اجي يعني انتوا كنتوا قادرين تتحركوا من غير ده، بتعانوا يمكن، بتنفقوا اكتر يمكن، طب لما نعمل حاجه حديثه بالشكل ده تريحك وتساعدك وتليق بيك، ما تقوليش بقى ايه ما تغليش، لا. يعني كامل كان بيقول لي 5-7 مش عارف ايه 10. لا 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 المظبوط. حاضر. اللي ايه يا كامل؟ انا اللي بقول. تمام يا فندم. المظبوط عشان نقدر نعيش، وعشان نقدر نبقى لا مؤاخذه بعد 100 سنة الدولة دي ما يتعملش السكة الحديد تبدأ 1854 وتبقى تاني دولة في العالم بتعمل سكة حديد، وبعد 200 سنة تقريبا ولا 180 سنة تقريبا يبقى حالنا باللي احنا فيه. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا ما تابعناش التطور في التكلفة، تكلفة التشغيل، وزودنا على الناس. لا مش هيحصل ده. ده مش هيحصل يا كامل. ان شاء الله يا فندم. كل حاجة بتمنها او يعني الدعم اللي فيها يبقى نقدر نتحمله يا دكتور مصطفى. كده يعني. كل ما هو جديد زي ما حضرتك امرت. جديد وقديم يا كامل. حاضر يا فندم. لان احنا كنا اتكلمنا وقلنا لكم ان احنا في يونيو ده القطارات هتبقى مش هنغلي الا لما تكون القطارات جديده كامله. تمام. وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله احنا هنكون ما فيش عربيه ولا جرار موجوده على السكه، ولا السكه نفسها ان شاء الله ما يكونش تم رفع كفائتها بما يليق باللي انتم بتشوفوه، وغير كده مش هنقدر نطالبكم بان انتم تزودوا في تكلفة التشغيل. مش هنسى ان انا اقول ان احنا حققنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى منذ بداية الأزمة، أزمة فيروس كورونا، حققنا نجاح كويس كدولة مصرية في مواجهته. ده كان يعني بتكاتفنا كلنا مع بعضنا، وقبل منه كان في فضل من ربنا علينا ان هو الموضوع ما كانش حاد قوي، وابتدت النسب تتحسن كتير. وانا مش عايز النسب لما تتحسن يعني تتحسن كتير تخلينا ان احنا يعني يقل اهتمامنا وتحفظنا على هذا الموضوع. زي ما انتم شايفين احنا حاضرين هنا ولابسين الكمامات، وفي اي لقاء مع يعني حتى في مجلس الوزراء، حتى في اللقاءات الثنائيه او كده، حريصين على ان احنا نبقى بالشكل ده، بان احنا نبقى عاملين المحاذير والاجراءات الوقائيه اللازمه. ومن فضلكم احنا عايزين نوصل للصفر، ومش بس كده ونحافظ عليه. احنا لما كنا بنراجع الموقف بعد العيد مع وزاره الصحه والدكتور عوض، قال لي معلش يا فندم احنا زدنا شويه بس عشان العيد. اذا الفيروس حساس يا دكتور مصطفى، وبالتالي لازم نفهم كلنا ان اي تهاون معاه هينعكس علينا بإيه؟
واحنا رايحين على مدارس وعلى جامعه وامر يعني هيحتاج مننا ان احنا نصر و يعني هنفضل على موقفنا ده كمواطنين كدولة كأجهزة للحفاظ على ان الصحة العامة في مصر لا تتأثر بشكل يعني بشكل كبير من الموضوع ده، خاصة ان احنا شهر ولا اتنين وهنخش على زي ما قلت المدارس وهنخش على الشتاء كمان، فاحنا من فضلكم وارجو ان وسائل الاعلام تساعدنا في ان هي تؤكد كثيرا على أهمية تحفظنا واجراءاتنا الوقائية وان احنا ما نتهاونش لا في الزحام ولا في المواصلات ولا في اي مناطق بيبقى فيها تواجد للبشر، خلونا مستمرين على كده عشان نقدر نتعامل مع الموضوع بشكل يعني بما يليق بيه. يعني أنا برة تانية بوجه الشكر لكل القائمين على المشروعات اللي احنا بنفتتحها ديت النهاردة واللي شغالة في الدولة المصرية، وعايز أقول تاني ما يعمل في قطاعات البنية الأساسية في مصر حتى الآن ما يقلش يا كامل عن، قول يا كامل الرقم، ما يقلش عن كام مليون؟ احنا حاليا يا فندم دلوقتي بننفذ بس في وزاره النقل. لا 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 انا بتكلم على كل القطاعات، ما انتوا كنتوا جزء منها في وانت تقريبا 4 تريليون يا فندم. لا انا بتكلم عدد البشر، الشركات المصريه والعاملين فيها من المواطنين المصريين، ما قلش عن 5 مليون يا كامل. تمام يا فندم، احنا عندنا 1000 اقصد دي اللي انا عايز اقصدها. تمام يا فندم، مش بتكلم في الارقام الفلوس بس. تمام. لا احنا بنتكلم واحنا لم نتوقف ان شاء الله الا غصب عننا احيانا مع بعض الـ يعني الـ الامدادات اللي بتيجي من بره، اضطرينا ان احنا ناجل مشاريع نتيجه ان هي اتاجلت يعني، وده طبعا ظرف حكم العالم كله، لكن احنا مستمرين بنفس الحجم واكتر وهنبذل مجهود اكبر ان شاء الله في كافه القطاعات عشان يعني نحقق اللي احنا بنتمناه. مش هنسى اقول ان بطلب من الحكومه دلوقتي من فضلكم فيما يخص موضوعات المباني يا دكتور مصطفى لو سمحتم، عشان احنا قلنا 6 شهور، فاحنا في ال6 شهور دول عايزين نكون انهينا كل الموضوعات المعلقه. اتفضل استريح. نكون انهينا كل الموضوعات المعلقه بحيث ان احنا في نهايتهم نقول اذا كنا هنتصالح يبقى التصالح تم تسديد الاموال، وارجو ان الشهر اللي هو تم اضافته او للمواطنين مره ثانيه عشان جديه التصالح ننتهي من هذا الموضوع، ثم بنهايه ال6 شهور اللي احنا حددناهم هتطلع الخريطه. وارجو ان الموضوع ده الناس تسمعه بشكل دقيق، في اراضي لن يسمح او احياء لن يسمح بالمباني فيها تاني، خلاص ما ينفعش. في احياء هيتم فيها السماح بدور او اتنين فقط. انا بقول الكلام ده عشان تبقى الناس مستعديه للموضوع دوت، ده امر ما نقدرش كدوله نتهاون فيه، والا يبقى الكلام اللي لسه كنا بنقوله دلوقتي على اللي بيتعمل مش هيبقى في وسيله تانيه ان احنا نحسن لكم الطرق اكتر من كده والحركه بتاعتكم اكتر من كده، والزحام اللي موجود مش ممكن ابدا هنقدر نتحمله اكتر من كده. فال6 شهور دول هيبقى عباره عن تقييم وطبعا دراسات بتتعمل، ثم هتطلع القرارات في نهايتها ايه اللي ممكن نسمح بيه وايه اللي مش هنقدر نسمح بيه. شكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين. سيادتك اسمح لي بمناسبه تشريف سيادتك لينا النهارده نتقدم بدرع وزاره النقل لسيادتك.
في الخط الثالث لمترو الأنفاق، النزهة، عدلي منصور، وعدد من المحطات المعلقة بالجسر الجوي الذي يرتفع عن سطح الأرض بعشرة أمتار وأيضا 12 متر في أحيان كثيرة، ويمتد النزهة قباء عمر بن الخطاب، الهايك ستيب، ومحطة عدلي منصور التي تعد المحطة البارزة في هذا النقل الذي يربط ما بين الكثير من وسائله في هذه الانطلاقة. خطوط السكك الحديدية التي من الممكن أن تستقلها من هذه المحطة أن تتشنها بالشكل الكامل وافتتاحها بالشكل الكامل، وأيضا الخط الكهربي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومنه خط المونوريل الذي يربط بمدينة السادس من أكتوبر، وخط السكك الحديدية في طريق القاهرة السويس الصحراوي، وأيضا محطة السوبر جيت وأتوبيس النقل الترددي إلى مطار القاهرة. إذن نحن في حلقة تتميز بوصلها مع الكثير من الامتدادات العمرانية وبها الكثير والكثير من المعاني والرسائل سواء في الداخل المصري، وهذا الإنجاز الذي لا تتوقف عجلته بالسواعد المصرية التي توطن صناعة التكنولوجيا والنقل في مصر هذه المرة من هذا التحالف للشركات المصرية العاملة على هذا المشروع، أو حتى من خلال الرسائل للخارج. مصر تتقدم رغم كل الاضطرابات التي تحيط بها في المحيط الإقليمي والدول العربية المختلفة، هذه التوترات التي لم تمنع مصر من هذا الإنجاز والعمل الجاد والجهد المتواصل والإرادة الصلبة سواء من قيادة سياسية حريصة على مصلحة الشعب المصري أو بمسؤولية مشتركة من الشعب في هذا الإنجاز والوصول به إلى الشكل الأمثل للتغلب على التحديات. اقتصاد يبحث دائما عن الاستثمار، عن القيمة المضافة، عن المستهدفات، هذه المشروعات القومية المختلفة جديدة تضاف في هذه اللحظات التي نتحدث بها من أجل مستقبل مشرق لمصر. لا يستطيع أحد إذن في ظل التغلب على هذه التحديات وهذه الإرادة الصلبة والمسؤولية المشتركة للشعب المصري أن يمس بمقدراتي أو يحاول التدخل في شؤونه الداخلية أيا ما كان الأطراف التي تحاول فعل ذلك. محطات النقل وهذه النقلة النوعية في قطاع النقل والمواصلات وأيضا مدى الإفادة وانعكاساتها على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، السرعة والدقة في الوصول بزمن الرحلات في الوقت القياسي لها، سلالم الكهرباء، احتياجات تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة سلالم كهربية في المحطات التي لا تزود بها، هناك إمداد بكراسي متحركة، أيضا مقاعد سهلة في التحرك، أماكن مخصصة داخل العربات القطار الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات البصرية بتتمتع برؤية شاشات مضيئة بأسماء المحطات المختلفة، شاشات عرض للإعلانات مدفوعة الأجر، وأيضا بنتحدث عن خريطة ترسم بشكل تكنولوجي داخل هذه المحطات لمعرفة الراكب بالأماكن التي سيصل إليها أو توقيت وصول الرحلة في الوقت المقرر لها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما حريص كل الحرص على التأكيد على هذا الربط وهذه البنية التحتية المتكاملة لشبكة الطرق والكباري والمحاور بوصفها بنية أساسية يتحدث بها السيد الرئيس لتهيئة مناخ استثماري جاذب في الداخل المصري، وأيضا ربط محافظات مصر وأقاليمها المختلفة، وتسهيل حركة التجارة وتقليل النفقات وتقليل زمن الرحلة وتوفير الجهد سواء للمواطن المصري أو حتى في حركة التجارة والنقل. ليس هذا فقط ما نتحدث عنه اليوم، هذا الإنجاز في المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، لكننا بنتحدث عن تطوير في منظومة السكك الحديدية أيضا في مصر قامت بها وزارة النقل مؤخرا باستحداث عدد من العربات الجديدة، أكثر من 30 عربة جديدة دشنت
منذ أقل من شهر تقريبا إبان أيام عيد الأضحى المبارك تذهب إلى جنوب مصر وتصعد إلى الوجه البحري والشمال تربط بين محافظاتها المختلفة مع وجود أيضا القطارات القديمة التي تحدث ويعاد هيكلتها وتأهيلها مرة أخرى لكي تقدم الخدمة بشكل مناسب للمواطن المصري وبشكل سلس وسهل وميسر. كان هذا اليوم هو اليوم الحافل في تاريخ النقل وهذه المحطة أو عدد المحطات التي دشنت اليوم وافتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية المركزية والقطار الكهربي الذي سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء عصام عبد القادر والي رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للانفاق استاذن يا فندم في عرض مشروع محطه عدلي منصور المركزيه التبادليه. محطه عدلي منصور المركزيه التبادليه بتقع على مساحه 15 فدان بيحدها من الشمال طريق مصر اسماعيليه الطريق الدائري يحدها من الجنوب ورشه العمره الجسيمه للخط الثالث يحدها شرقا الطريق الدائري وأرض القوات المسلحة يحدها غربا أرض ملك الطيران المدني. مكونات المحطة يا فندم بتتكون من بوابة رئيسية بأبعاد 91 متر في ارتفاع 19 متر بتحتوي على المكاتب الإدارية والفنية الخاصة بخدمة المحطة. بتتكون المحطة أيضا من مظلة معدنية يعلوها شرائح من الألومنيوم والزجاج المقاوم للعوامل الجوية. بتحتوي المحطة يا فندم على ثلاث محطات، محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق في نهايته في شرق القاهرة بمساحة 3700 متر، محطة القطار الكهربائي العاشر السلام العاصمة الإدارية بمساحة 6400 متر، محطة السكة الحديد القاهرة السويس بمساحة 6200 متر. تتكون أيضا يا فندم المحطة من موقف الأتوبيسات السوبر جيت للمحافظات وكذلك الأتوبيس الكهربائي الترددي إلى مطار القاهرة. تحتوي أيضا على ساحات انتظار بكثافة 400 سيارة علاوة على الموقف الترددي لأتوبيس المتجه إلى موقف السلام النموذجي للأقاليم. تحتوي أيضا يا فندم المحطة على مجموعة من أنفاق المشاة لربط المناطق المختلفة بالمحطة الرئيسية عبارة عن مدخل رئيسي أمام المدخل الرئيسي للمحطة علاوة على ثلاث مخارج فرعية بأطوال أنفاق مشاة 200 متر طولي. بتحتوي يا فندم المحطة أيضا على طرق داخلية بطول 1200 متر طولي بتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع.
سيادتك مشرفنا النهارده في محطه عدلي منصور. المحطه يا فندم بتقع على مساحه 3700 متر، عباره عن 3 ادوار باجمالي مساحه بنائيه 10000 متر مربع. الدور الارضي يا فندم بيتكون من 12 شباك تذاكر واشتراكات، بيحتوي على 2 ماكينه قاطع تذاكر اوتوماتيكيه، بيحتوي على 32 بوابة دخول، بيحتوي أيضا يا فندم على 2 جهاز كشف للمعادن. ونظرا للظروف الحالية يا فندم، احنا ركبنا لأول مرة في المحطات جهاز قياس الحرارة للركاب بسعة 30 راكب في المرة الواحدة. كذلك يا فندم المحطة بتحتوي على 4 سلالم متحركة للانتقال من منسوب الدور الأرضي للدور الأول، بتحتوي على 2 مصعد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك يا فندم بتحتوي على مكاتب الإدارية لناظر المحطة. الدور الأول يا فندم ده بالدور الفني أو الاحتياجات الفنية للمحطة، بتتكون من غرف التحكم وغرف القوى الكهربائية وغرف الاتصالات وكذلك غرف السيطرة على القطارات، وكذلك بتحتوي على 2 مصلى وعدد من دورات المياه، وكذلك يا فندم 8 سلالم متحركة للانتقال إلى منسوب الرصيف. منسوب الرصيف يا فندم بيتكون من 3 سكك، سكتين لخدمة الخط الثالث، بالإضافة إلى سكة إضافية تستخدم لتخزين القطارات أو للوصول إلى ورشة العمر الجسيمة. بيتم السيطرة على المحطة بالكامل يا فندم عن طريق 65 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية. أي أمر يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس علي محمد هاني الهيئة القومية للأنفاق. أستاذن من حضرتك يا فندم. بالعملات المعدنيه من هنا. اتفضل حضرتك يا فندم اجراء تجربه عمليه لاستفراغ تذكره. بمجرد الضغط على ايقونه التذاكر تظهر خريطه المترو، عن طريقها بحدد الوجهه اللي انا هروحها، بختار المحطه وليكن محطه النزهه، بضغط تاكيد، بختار من هنا عدد التذاكر وليكن تذكره واحده، طريقة الدفع نقدي، استلم استلم. أي أمر فندم.
ده فندم جزء من السويس تراس او الجزء اللي هيغطي الورشه بالكامل، وده كان بدل ما احنا نستورده من دوله بعينها بتنفذه. احنا شركه مون عرب فعلا سيادتك مكتب محرم بخوم مكتب مصر صممه، وشركه مون عرب سيادتك نفذته في الورش بتاعتها. ومجرد سيادتك ما نخلص العمدان دي بعد الورشه دي ما تخلص هنغطي بنفس الشكل اللي احنا دلوقتي ده نموذج عشان يبقى الناس متخيله شكل التغطيه هتبقى شكل ايه. طريقة الإسماعيلية الرئيسي اتقفل لأي سبب من الأسباب طريقة تبادلي ليه أو للمحطة إن شاء الله بإذن الله. المعدات يا فندم على طول دي كانت شغالة، إحنا بس وقفناها شوية لحد ما سيادتك شرفنا. هتبدأ سيادتك تشتغل من بكرة إن شاء الله بإذن الله في شهر 8/21 زي ما وعدنا سيادتك، هتكون كل المحطة دي خلصانة بالكامل بتاعها سقفها بمراخيلها وتشرفاتها وكل حاجة زائد الطريق ده زائد المول إن شاء الله بإذن الله. مش من 8 لا يا فندم، 8/21. لا 8/21 هو كان فندم كان 1/10/21 كان العقد مع شركه الصيني كده. سياده الرئيس امر ان احنا نقدمه سنه شهرين علشان يبقى تشغيل تجريبي لصالح انتقال العاصمه الاداريه الجديده. هو بيخدم على العاصمه وبيخدم على كل المدن بالظبط، غرب الشروق والشروق والمستقبل والعبور كل المدن على خط السته حتى العاشر. حتى العاشر فندم، العاشر ده فعلا حاططين فندم، عملنا محطه في العاشر واحد اللي موجوده حاليا، وعملنا محطه ثانيه تخدم المنطقه الصناعيه في العاشر والعبور الجديد. يعني حجم العماله اللي ممكن تنتجه We'll be right back.
نهايه الخط مساحتها 25 فدان في 31 مبنى ومرشى رئيسي. الورشه دي تقريبا اول ورشه اتعمل في الشرق الاوسط كده بنفس الشكل من جراء القطر الفني الكوشي اللي زي ما حضرتك شايف كده في ورشه العمره المتوسطه هنا فندم. بس من الناحيه الثانيه طبعا دي اكبر ورشه مبنى 24 ده اللي فيه اجهزه ورافع بترفع المترو بالكامل من 8 ل 9 عربيه بترفعهم بالكامل كلهم متغير لهم موتور ومتغير لهم الاداء الكهربائي فيهم عمره جسيمه بالكامل بتتم في هذه الورشه. طبعا برضه ما ننساش ان احنا نعمل الاسوار المؤمنه البوابه دي حضرتك امرت ان يبقى في طريق بينها وبين جوزيف تيتو اتعمل طريق فني من اتجاهين كل اتجاه اربع حارات لحد جوزيف تيتو ده من هنا باينه بقى حضرتك المحطه اللي نقطيه واللي هيركب من هنا يتنقل على بوسطه الناحيه الثانيه او يركب من هنا يطلع يعدي الكوبري ده يجي يركب في المترو. لو عايز يروح حضرتك السكه الحديده هيتحرك برضه من هنا في اتجاه السلم الخلف ده يروح يركب السكه الحديده القاهره السويس من هنا يقدر يتحرك في اي نقطه في المنطقه.